مشاهدينا في هذه الإطلالة للخطة مع مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. عارفين كنا في أول الموسم بنتكلم أن موسم مضغوط وعلى نهاية الموسم يعني الفترات قصيرة من الخيول البطلة اللي هتتوفر وهتشارك، وكان ده السؤال اللي بيأرق الكل. وبصراحة مع ارتفاع درجات الحرارة شوية انخفضت الأيام الماضية، كنا كلنا متخوفين من سير المهرجان، إلى أي مدى سيؤثر الارتفاع في درجات الحرارة على الأداء اللي ممكن نشوفه من الخيول. وكأن في إهداء جاء من السماء للقائمين على سباقات القدرة، سواء فرسان، مدربين، ملاك، إن شوية الجو اتحسن وبدأت التباشير. بدأنا نسمع في المهرجان في السباق الرئيسي 160 هيكون الجو حار جدا، لكن كنا بنتكلم مع البداية أن كمان في المهرجان هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة. اليوم كان صح الجو يعني الجو حار، لكن مش بالدرجة اللي كان فيها في مهرجان الوثبة. ويمكن معنا سيف، خلينا نرحب في البداية بالمحللين ويتكلم على الفروقات اللي فعلا حصلت في خلال أقل من 4 أيام. اختلف الجو وفعلا شفنا دلالات وبشائر حلوة. رحب في البداية بحسن. أهلين حسن. مرحبا سماح، مسي عليك بالخير ومسي على أخوي سيف وأخوي عدران والنومس السيف صاحب الإنجازات والنومس بعد كذلك الأخونا الحاضر الغايب عمير. سماح، نتمنى إن شاء الله أن مثل ما ذكرتي قلنا موسم مضغوط وكل شيء، والحين قدنا في نهاية الموسم تقريبا مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد أول يوم أول أيامه. نتمنى إن شاء الله أنه يكون مهرجان مسك للموسم موسمنا الرياضي. برحب بيك سيف. الجو اختلف صح؟ فعلا سماح، أول شيء مسا عليك ومسا على أخوي براكان المقدمة الجميلة هذه اللي قدمها. شفت ورفع شانه، الله يرفع شانه يا رب. ونرحب في أخونا عدنان المتميز دائما ما شاء الله عليه، ونرحب في مثل ما قال براكان أخونا عمير والنومس له، لو عندنا مصباح أصفر اليوم بنكون مكتملين. على فكرة هو اللي خسر، احنا قلنا له هتيجي ولا لا، قال لي انا جاي الافراس والرئيسي، فهو اللي خسر المسباح. نعم. وخسر ان هو نرفع له المسباح ويمكن حصل كيكه شيء حصلها. كان هيحصل حاجات كتير، بس معلش احنا كمان يعني عامرين بالمفاجات، بس اصبروا علينا لسه فعلا لسه فعلا لسه. فعلا سماح، ممكن مهرجان ابو ظبي كان في اول يوم في سباق المواطنين كان فعلا جو حار، وبعدها بدأ يتدرج شوي شوي يمكن أقل. تلاقيك أنت في سرك قلت كان زين الجو كان. نفس اليوم؟ أه؟ إيه والله. صح؟ منينة. كنت هتعملوا أكتر من كده؟ لا مش بنعمل، بس أعتقد إن في إخواننا بعد بيكونون أحسن لهم بعد. رحب بك عدنان. رحب فيك أختي سماح وفي إخواني المحللين وإخواني خلف الشاشات والمدربين جميعا، نبارك لهم مناسبة المهرجان. ومشاركتهم تسعدنا وتفرحنا، وجو المنافسة دائما يعني تشعل الريس، ونباهم نكون حاضرين ونفرح لهم إذا بيتنومسوا إن شاء الله ويفوزون إن شاء الله. هنكون معاكم يوميا بعد السباقات، لسه مش عارفة ظروف ال160 هنكون في نفس اليوم ولا بعدها بيوم، لكن هنتشاور مع المحللين ونشوف. خلينا نبتدي معاكم ضربة البداية أين كان بسباق السيدات عامة. خلينا نشوف ما هو في نقاش حلقة اليوم من الخطة خلال هذا اليوم. الترشيحات تنصب على اسطبلات M7 وF3، والعددية قد ترجح اسطبلات M7 على خصمه العنيد F3. العدد اللي شفته موجود M7 أكبر. ولنقاش في الخطة اليوم نتحاور مع فارسات القدرة ونفتح ملف قضاياهم الخاصة وما الذي يؤرقهم في السباق. بخلي الوزن في دبي مع السرج. ها اول قرار بتغيري يعني 50 لان في الوثبة بعد 50 بس مع السرج. ها. لازم يوحدون مع السرج حتى في دبي.
سيزوم يهدي صبلات ام 7 لقب سباق السيدات وسط منافسة شرسة استمرت حتى آخر الأمطار. The horse is amazing. I knew from the beginning I have a really good horse, but also F3, all our team have very good horses, and this is the result that we here arrived 7 horses altogether. أما على كرسي الاعتراف مدرب الصبلات ام 7 يتحدث عن الفترة الماضية ونطرح عليه السؤال الذي حير الكثيرين. في مهرجان ولي العهد في ناس كتيرة قالت من الواضح ان ام 7 بتجرب شيء على الخيول والخيول كان أداها متغير. انتوا فعلا كنتوا يعني في تجارب كانت قائمة على الخيول ولا احنا كنا بنتهيأ لنا؟ من كثر الأحداث اللي شفناها هالموسم أصبحنا نعيش كثيراً في عالم التهيؤات، مش عارفين إيه اللي بيحصل في كواليس كل اسطبل وما الذي يجري معه، لكن في النهاية دائماً ما تحكم المنصة على مجرى الأحداث واستمتعنا كثيراً بالكثير من النهايات. نبتدي نتكلم معاكم في سباق البنات، كيف كانت الترشيحات على اليمامة، وكلم مع المحللين عن رأيهم في تشكيلة كل اسطبل، أين كانت التشكيلة الأقوى من واقع الخيول لما شفنا الأسماء. اتفضل سيف، انت رشحت مين لما شفت الليستة؟ نفس الحصان اللي كنا دائما متعودين عليه، وآخر مرة في مهرجان الشيخ حمدان بن محمد الفايز، قلنا هذا اللي بيحسمه لأن مدامة إنه طلع من سباق وفايز أكيد بيكون هذا السباق أجهز وأجهز وأجهز. بس الغريب إن هم جابوه ورقموه وما شارك. فعلاً ممكن كانوا جايبينه تمويه ولا كان حصل فيه شيء؟ ممكن كان عندهم خيار ثاني يمكن ينتقلون فيه في السباقات الثانية أو الرئيسي، مع إنه خاض تجربة حلوة في سباق البنات. يعني أنت في رأيك إن هم تحولوا بيه للرئيس في آخر لحظة؟ ممكن أنا أقول لك يمكن عندهم خيل أحسن منه أو خيل ممكن تكون يعني مناسبة حق سباق البنات وخيروا أو فضلوا أن ينقلونه في السباق الرئيسي. بانسحاب أو بسحب الخيل من السباق من أول اليوم كان عندك بديل في 3 ولا أصبحت MRM هي المرشح الأول؟ لا توب جير نعم هو الحصان اللي دائما يعولون عليه، الحصان شفناه يركض ميدانين، ميدان الوثبة وميدان دبي. لا فأنت من رأيك توب جير كان على طول ونحطه فوق روزر باك؟ نعم نحطه فوق روزر باك. والله بالنسبة أنا رشحت مهدي وريزر بارك وتوب جير وداكام نفس الشيء، عربي ما رشحته، الخيلين اللي تحت ما رشحتهم. لما انسحب مهدي أنت لقيت بديل لي؟ عربي. عربي الفرس. أيوه. على طول رحت للفرس، طب ليه مش توب جير؟ أنا عندي خلفية عن الحصان هذا، شفناه في الفنش شوية الحصان. أنت ما تتفق مع سيف؟ بس اليوم رواه الفنش. لا هو بيتكلم قبل الريس. لا قبل الريس. على فكرة هو كل عام واقعي أكتر. أكيد هو صح إنه متجرب الحصان وبين وأثبت، بس نحن مهما كان هذا لحم وعظم. الحصان يجي اليوم ممكن جاهز ممكن يكون أحسن. إيه ملاحظاتك على الفرس؟ يعني ليه فعلا ما رشحتش عريمي؟ لا عريمي فرس طيبة وممتازة. أعتقد أنها حتى ثبتت وجودها اليوم. بس ما تترشح على توب جير؟ أنا أشوفه لأن هذاك خاض تجارب أكثر وشفناه أكثر، ممكن نقول يعني أنت دائما في 3 بهرك ودائما يكون مميزات أكثر له. أنا أعتقد أن هذا اللي برأيي. حسن رحت مع حد في فيه ولا اخترت؟ سماح روزر بارك كنا نعرف أنه دائما ما تكون سباقاته في سباقات البنات يعني يؤدي أداء قوي ويمكن ما طلع خلال الموسم وطلع هني، توقع أن مدربه كان يبي يحط ثقل كله فيه عليه كاس سيدي سمو الشيخ محمد، فأتوقع روزر بارك كان مرشحك الأول المرشح. نعم. نبتدي نشوف السباق ومجرى المرحلة الأولى وبعدين نشوف مع الأحداث وسير الأحداث وفقا لترشيحات الجمهور ما الذي حدث. لكن كان السؤال، احنا شفنا الترشيحات اليمامة، لكن ماذا عن ترشيحات القرية؟ ماذا قيل عن تشكيلة كل اسطبل قبل بدء السباق؟ خلينا نشوف هذا التقرير وقراءة في المرشحين بالخيول الذين شارك بهم الاسطبلات.
بسباقاته الأربعة كان لابد لنا من تسليط الضوء على حظوظ المرشحين ووضعهم في الميزان، من سيكون الأكثر ضغطا ومن منهم سيكون في منطقة الأمان إن وجدت. سأبدأ معكم بأب 3 من منطلق ما حققته قد يجعلها في منطقة شبه آمنة، لكن لن ننسى أن الاسطبل مضغوط باسم المهرجان وما يمكن أن يساهم به من تعزيز مكتسباته على أرضية سيح السلام. الاسطبل بشكل أو بآخر قد يجعل المهرجان لا يمر دون بصمة، لكن البصمة منه هذه المرة لن تخلو من مناغشات اعتدنا عليها بينه وبين إمسافنا وتحديات قد تضعها اسطبلات الوثبة في الطريق. لكن السؤال، من من خيول الاسطبل والخيل المرشح رقم لكنه لم يظهر ليصبح العبء على أحد العناصر المهمة في الفريق وهو توب جير الذي لم يؤدي هذا الموسم بشكل يجعله المرشح الأول، وبالتالي لنضعه في نفس المستوى مع خيل آخر وهو عريبي إن لم يكن في مستوى أفضل منه ظهر به خلال هذا الموسم. شوف الصبر في ثري بأي اسم يتواجد الاعتماد عليها بحكم مهرجان سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، المحد بي باسم ما عليه اعتماد، دخلوا اليوم خيرين والاعتماد عليهم. الخيل اللي هو كان المرشح الأول ما انطلق المرحلة الأولى يمكن لأسباب فنية، لكن دامهم خلوا الخيلين يشاركن الاعتماد عليهم أكيد. والله ما أعتقد الفريق حقق نتائج طيبة السنة فما عليهم ضغوط، بالعكس يعني اللي عليهم ضغوط أكثر الوثبة ومسفن. والله ريبيش خذت بلنتي المرحلة الأولى وتفجير، أنا أتوقع هو اليوم بيكون يمكن أفضل عن أريبي، حتى هو موجود الحين في المنافسة في الترتيب المركز الثاني، أتوقع هو بيكون أفضل عن أريبي اليوم. ثاني أقوى ترشيحات يأتي فيها اسطبلات إم 7، الاسطبل جدا مضغوط وهو الأكثر تصديا لأفتري على هذه الأرضية، والندية دائما عنوان للقاءاتهم، لكن هذه الندية يجب أن يكون لها غلبة، ومن واقع الخيول كان السؤال من لديه غلبة التشكيلة في هذا السباق؟ أم 7 كعدد كالكم، أما ككواليتي أفتري المنافسة بتكون مثل، أنا توقعت أن المنافسة تكون مثل ما كان مهرجان ولي العهد لم ترى الأخيرة بين أم 7 وإف 3، وأتوقع السيناريو يتكرر اليوم. صعب لأن إف 3 أداء في خاصة في المراحل الأخيرة قوي جدا، فما تقدر يعني هو ما بين أم 7 وإف 3. والله أكيد أم 7 عندهم ما شاء الله عدد خيل أكثر وكواليتي خيل جيدة عندهم ما شاء الله، ف 7 اليوم رشحهم يعني على المركز الأول بينهم وسيح السلم. إذا أنت بتقولي الترشيح اليوم، أرشح بينهم 7 وسيح السلم، حصان سيح السلم اللي جاي ثاني آخر مرة في مهرجان ولي العهد. ما كان حوار إم 7 مع إف 3 هو لقاء تقليدي، فماذا عن وجود اسطبلات الوثبة؟ غيرت اسطبلات الوثبة كثيرا من سياساتها هذا الموسم، وللحق التغيير إيجابي وثماره قد لا تكون سريعة لكنها ستكون ملموسة بشكل أو بآخر في المهرجان. مهرجان محمد بن راشد قد يكون فرصة سانحة لاسطبلات الوثبة بالأسماء التي سيقدموها وقدموها في أول أيامه. اسطبل الوثبة مهما كان أو مهما حصلت الظروف اسطبل كبير، اسطبل الشيخ منصور بن زايد وتحت إشراف المدرب علي خلفان الجهوري، والفريق اللي موجود عندهم عبد الله النيادي ومايد الجهوري، يعني فريق مستواهم عالي، ف ما في شيء اسمه اخفاق، هو توفيق. يمكن في سباقات توفقوا ورام يفوزون فيها، في سباقات استوت عندهم يعني ظروف، ما هاي تمر على كل حد، ف ان يذكرون خيلهم ويخلونا لمهرجان سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، أنا هاي بالنسبة لي أفضل شيء يسوونه. يمكن عندهم فرصة يفوزون في الوثبة، أنا ما أقول لك لا، ويمكن عندهم فرصة يفوزون في دبي،
لكن هذا الشيء يعطينا نحن دافع أكبر إنه تكون منافسة مش محتكرة على ستابلين، لا تكون الحسبة مختلفة كامل. هم آخر ما آخر وخيلهم إلا حق هالمهرجان، إلا أكيد عندهم شيء عندهم خيل زين يحاولون يسوون نتائج زينة في المهرجان. خلينا ننتقل لستابلاتي MRM. MRM لن تترك الثلاثي ينفرد بالأرضية هذه المرة، والاستبل عليه وبلا شك عبء في هذا المهرجان الذي سيعني له الكثير، لكن من من السباقات سيحقق طموحات إسماعيل محمد بخيوله، ومن من السباقات سيفي له بالغرض؟ هل ستنتظر MRM للمئة وستين كيلومتر، أم سيجعل من كل سباق مقصد له يشفي به أماني؟ من MRM تبين قوته في المهرجان كامل، لأن طال عمرك MRM وM7 مش محمد السبوسي وإسماعيل، MRM وM7 سيدي صاحب سمو الشيخ محمد. كانت MRM ظاهرة بأفضل صورتها وبأقوى ما عندها يشل عني أنا شوي، فإيد واحدة ما صفك عرفت. فأتمنى أن يظهر كل ما عنده عشان نحن نتكاتف، ويكون هدفنا في النهاية نفرح سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، هذا هو الهدف الأساسي والأهم. استبلات نتائجها يعني شوي هام مثلنا، ويعني ما أدوا كثير هني، يعني تحاول توزع طاقتها، يعني لو يحصل أي استبل اليوم فوز في البنات أو كذا يعني يشفع له شوي. والله أتوقع إسماعيل دائما يركز على من 60، فأتوقع تركيز بيكون على من 60 أكثر عن السباقات الباقية. بالمختصر سيتولد صراع متزن بين المرشحين، وداخل كل مدرب هناك عدد من الصراعات مجهولة العدد، ولا أحد يخبرنا عنها إلا الأداء الذي نراه بينهم على أرض السباقات، فجدال الرجال في القدرة لا يفض اشتباكه إلا تحقيق أمانيهم على تلك المنصة. نتكلم مع انطلاقة المرحلة الأولى، ما الذي جرى ونقش الكلام ما قيل خلال التقرير سواء عن حظوظ المرشحين، وهل فعلا في بعض من الأحيان الكم بيخدم، وهل فعلا بعض المدربين نفسيا متأثرين بسير هذا الموسم وقلة النتائج؟ لكن احنا عارفين دايما موسم معاك وموسم عليك، لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك. في النهاية نبتدي نشوف معاكم المرحلة الأولى، اللي لفت نظركم التصريحات سيف؟ اللي لفتنا أكثر تصريحات، يعني تكلموا عن نقطتين، تكلموا عن الكواليتي وعن المجموعة الزيادة. قالوا المجموعة الخيل أكثر بتكون عند مسفن، الكواليتي بتكون عند F3. بس دي مش حقيقة. فعلا هي لا. هقول لك ليه، انت لما تشوف اف 3 عندهم خاصيه ان هم متحدين مع جميره، صح؟ فهم فعليا عدديا اكبر، ممكن انت فهم عندهم كواليتي وكوانتيتي، صح؟ هاي النقطه تنحسب لهم اكثر، لان انت دائما اذا عندك المجموعه دائما توزع المجموعه باكثر، المجموعه تخدمك اكثر. اذا انت جيت بهالنقطه فعلا النقطه هذه الجميره تخدم دائما عند عند اف 3. F3 يعني وايد نحن نشوفها أو أكثر تخدمها الجميرة. بس اليوم وضح الكلام حتى عند علي الجواري أنه جاي اليوم وده أنه حتى يعني يكون يحقق في اللي وضح لنا في الكلام منه، أنه وضح لنا حتى يعني يكون بين المراكز الأولى أو أنه يكون في المنصة أقل شيء. أي بس إحنا خلينا نتفق على شيء، لو هنحللهم واحد واحد ونبدأ باستبلات الوثبة وقدوم استبلات الوثبة، فعلا حسن استبلات الوثبة مغيرة من سياستها الموسم، ولا انت مش حاسس ان في تغيير لسياسة الاشتراكات؟ ما لا بالعكس، ما في تغيير، ما في تغيير. يعني الوثبة يمكن سماح نهاية موسم قلنا يمكن، وقصر الموسم هذا انه يعتبر موسم قصير بالنسبة للمواسم الماضية. أعتقد أن دخولهم بعدد الخيل هذا الموجود اليوم في سباق السيدات هي مجرد يعني تحصيل حاصل لكل نهاية موسم، دائما ما يعملون الأخوان المدربين أن يحاولون يصفون الخيل الجديدة على الأقل تقيض على مايلج أكثر، يعني يكون أنا خذت مايلج في السباقات،
يعني في رأيك هم لم يعني يكن شوفي قادمين للمنافسة؟ ما أعتقد سماح، لأن شفنا الوثبة يعني نحن كل العالم تستغرب عدم مشاركتهم في المهرجان أبوظبي اللي صار أسبوع اللي طاف. هذا روح عليه يعني كويستن مارك، ما تعرفين وجودهم اليوم هني بعدد بخمسة خيول تقريبا. هذا يعني ما بين أنهم رايحين حق المنافسة من البداية. بس لا، هم نافسوا وتقدموا في المرحلة الأولى. لا، احنا بنتكلم من لو انت شايفهم في الانتري مع اتش اتش براق، انت تقول الوثبة جاية تنافس اليوم؟ لا بس هو كان مرشحهم براق. الحصان هذا شفناه وتقدم مرحلتين معاهم، بس اعتقد انه ما سعف في نبضات القلب. بس حصان راجع من إصابة وكان مشارك في 2019 وحقق نتيجة. هذا اللي نقوله سماح، نحن دائما آخر موسم على الأقل الحصان يبون يشوفونه شو بيكون أداء على أساس يقدرون يعني يحتفظوا به للموسم القادم. وعندهم فرصة يعني الرعاية أكثر وريكفري أكثر للموسم الجاي. هو شوفي، أنا أقول لك بالنسبة لي، أنا شفت الأسمين هذيلا حسيت أنهم يعني ينافسون. مين هم؟ الوثبة. شو ديلا مرتي وبراء. حسيت أنهم جايين نفسهم. بدليل أن في الجولة الأولى أو في اللوب الأول في المرحلة الأولى كانوا موجودين معاهم. وكانوا داخلين على قوة، بس اللي حصل أظني بلنتي، حصلوا على بلنتي وهذا اللي أخرهم. أما إذا ما كان في بلنتي كانوا بينافسوا وبيكملوا معهم. دليل أن في الريس هذا جايبين مركز العاشر. خلينا نتكلم من البدايات، من بداية سير السباق كان إيه رأيكم فيه؟ شوفي، بدأ السباق من بدايته حماس، يعني يليق باسم الشيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره. شفنا محمد السبوسي مسفن هو اللي مسيطر على الوضع من بداية السباق، مع F3 مع الجميرة مع سيح السلم، يعني كانوا بيس ما نقول ممتاز، نقول يعني جيد جدا. وأغلب الخيل اللي كانت منافسة أنت شفتيها بنفسك، أنت كانت متصدرة موجودة في المجموعة الأولى. نحن شفنا الأول دائما نشوف المجموعات تتقسم، هالمرة لا، شفناها مجموعة كاملة اللي ناوية تروح كمنافسة تشوفها مجموعة، حتى لو كانت كتلة كبيرة كانت مجموعة كبيرة. وكانت يعني من ضمنهم سيح السلم، من ضمنهم الوثبة، البوادي، البراري، هذه الخيل أو الاسطبلات ناوية يعني أنها تنافس. وأنا أعتقد أن من حق كل اسطبل أنه اليوم يعني يكون له بصمة ويكون له شرف كبير. مين داخل مضغوط؟ يعني M7 وMRM. M7 وMRM. إيه نعم. أكثر ضغوط، أنتوا الاثنين متفقين. الأكثر. مو بنحن اللي في الخير كلهم متفقين على هالشيء. سماح مهرجان سيد اسمه ولي العهد، F3 ظفروبة أدوا اللي عليهم، تعرفين حطوا لهم بصمة سواء كان في المهرجان هذا ولا في السباقات الثانية. لكن M7 M7 ما زالوا، وهذا الضغط أنه كاس سيد اسمه الشيخ محمد، ومثل ما قال لك محمد السبوسي قال أن اسطبلات M7 و M7 لا اسم محمد السبوسي ولا إسماعيل محمد، هي الشيخ محمد بن راشد. فدائما الشباب يحبون، وكلهم يعني ولا قصور بالباقيين، كلهم يحاولون أنهم سماح نهاية موسم مهرجان اللي يحط فيه بصمة يعني يقيض وهو مرتاح. فهم الضغط أكثر أنا أشوفه عليهم، كأن العالم تنظر لهم كأن اسطبلات قيادية تحت سيد اسمه الشيخ محمد اللي هم M7 و M7، فبالتالي هم الضغوط عليهم أكثر. فعلا سماح، الضغط الكبير عند محمد السبوسي، والدليل أنه ما شارك عندنا في المهرجان بوظبي، كان مدخر خيله كاملة في مهرجان سيد الشيخ محمد. بس أنا هخليني معك واقعية، أنت لما شفت الأنتري بالأسماء اللي موجودة عند M7 ما حسيتش بالقلق شوية؟ يعني إحنا بنقول اسطبل داخل مضغوط، إسماعيل كان حاطط روزر باك، هي ذا سوبر ستار عنده في الاسطبل. نعم، والباقي أنت شفت في تشكيلة M7 بالأسماء سوبر ستار؟ لا، في كواليتي، بس في خيل عندك سوبر ستار بمركز أول بداري. لا ثاني، يانا عندنا بوظبي حصان واترلوب، هذا ما شاء الله حصان جاء ثاني عندنا. واترليا. نعم، واترليا هو الحصان هذا كان مرشح بالنسبة لي. وفي خيل بعد عندك أنت، في خيول يعني M7 مرشحة وموجودة. هي دائما أنا استغربت، أنا إذا قلتي لي إذا كيف استغربت من ترشيح هذا، هذه الخيل أصلا كانت تركض 120 في الرئيسي.
هذه اغلب الخيل اللي نحن اليوم نتكلم عنها كانت تركض والرئيسي. انا استغربت اليوم يابها يمكن في سباق البنات. انا اعتقد انها كانت بعد تقدر تروح في الـ في الـ في السباق الرئيسي. مغير انا شاري حصان اوريدي اشتروه هم اسمه الحصان قويتي 77 اليوم قويتي. الحصان هذا متميز قويتي تقريبا وكان مؤدي اداء جيد في سباق المركز. المواطنين خضون انتقلت ملكيته من شهر شوي تقريبا. هذا الحصان طلع من رقزام. هذا الحصان يمكن بيكون له كلمه ممكن ما حد يعرفه بس الحصان هذا انا اعتقد انه حصان جبار وحصان ما شاء الله اخر ريس وياي المركز الثامن ومسوي افرت فنش. سبيد مش طبيعي سي فنش نعم هذا ماخوذ عند عبد الله اخونا العامري ومهلها العامري هذا ماخوذ من عندهم انتقلت بعد سباق اعتقد نعم اخر سباق حد التفت له اليوم التفتوا له اليوم في اداءه نعم اداء قوي جبار اداء قوي معدلات فحص عنده قويه سماعي يفحص في دقيقه وشيء حصان ما كان يهمه حتى اذا انت الحين شو اللي انت تدوره في الحصان التراك وتدوره في الفحص القلب هو ما شاء الله عليه كان في التراك ممتاز انا اعتقد اليوم ظل يعني يمكن الضلع اللي هو اكثر يعني كان الحصان خرجه من موضع المنافسه ولا ما في شيء بيضلع يعني بيخرجه خلينا نشوف احداث المرحله الاولى بعد مجريات الفحص لم تكن مدينة دبي الدورية القدرة كحالها في أي سباق عادي فاليوم كان مغايراً بكل المقاييس الموعد كبير والحدث هام وهو الأكبر والأقوى في الموسم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي يأتي كختام للموسم المختصر البداية كانت مع سباق السيدات لمسافة 120 كيلومتر 100 فارسة بدأنا الصراع على أول الألقاب الاسطبلات المنافسة دفعت بكل قوتها بحثاً عن افتتاح المهرجان بنصر M7 تبحث عن بداية نارية ولكنها ستواجه F3 المتألق هذا الموسم والوثبة الذي ذخر بالأسماء لهذا المهرجان بعد أن غاب عن مهرجان أبوظبي كما سيكون هناك كلمة مسموعة لMRM وسيح السلم وغيرها من الإسطبلات مواجهة متجددة بين مدربين يعرف كل واحد منهم الآخر ويطمح للتفوق على خصمه يبدأ السباق في الساعة 7 صباحاً 40 كيلومتر مسافة المرحلة الأولى التي شهدت كعادتها تجمعاً للخيول في مجموعة واحدة كبيرة سارت بمعدل سرعة قاربت 29 كيلومتر في الساعة سرعة فرضتها ظروف السباق ولكنها لن تبقى كذلك لارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة تصل الفارسات إلى القرية وتبدأ عملية التبريد والفحص الذي شهد معدلات فحص جيدة لمعظم الخيول المرشحة وشهد أيضا بعض البلنتيات التي طالت من ضمن الأسماء أريبي من F3 وتصدر المشهد دكام من سيح السلم الذي فحص بدقيقة وأربع وعشرين ثانية لينطلق أولا متبوعا بكاستل بار توب جير من F3 بزمن فحص قدره دقيقتين ثم بامبو من M7 الذي فحص بدقيقة وإحدى وخمسين ثانية ثم ممثل استبلاط الوثبة لاموريت الذي فحص بدقيقتين وعشر ثوان الفوارق الزمنية لم تكن كبيرة بين الخيول حيث لم تتجاوز الأربع دقائق بين الأول والمنطلق في المركز السابع والثلاثين هذا الريس العالم كلها يعني عديل العدة وتعرف نهاية الموسم ويعني ما حد بيظهر ظهيره عن عينه
الريس بدايته أول مرحلة هاي شوي أنا أشوفها سريع 30 وصلوا إلى 31-30 بعض الأماكن يعني يزيدون فيها السرعة. الجو حار وإن شاء الله يمكن أن يعدلون في المرحلة الثانية والثالثة يخفون البيس. The first loop was fine. The horse was very very good. I was behind the group but the pace was like 30-28. But I think the weather is fine with water and everything. It's okay. مجموعة المتقدمة فيها مجموعة من الاسطبلات مش يعني كاسطبلين أو ثلاثة معينين تتوقع هذه الاسطبلات واحد منهم يكون يعني هو السابق يعني مو بحجم الاسطبل إن كان حجمه صغير ولا كبير اللي وجد السبوق الحصان ومدربين ما شاء الله يعني وصلوا إلى اكتفاء في التدريب وفي الخبرة إذا وجدوا الكواليتي الطيب والحصان اللي الله موفقنهم فيه وعطوه يعني ما هم يبونه منه توقعهم السبق اليوم يتوزع يعني في الاسطبلات. I think that maybe more horses will come in the front slowly slowly slowly. نافسة مفتوحة الحمد لله الله يطول عمر الشيخ محمد بن راشد يعني بقول لك شيء عطى عمل في 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 المشاركين الباقيين وايد يعني كنظافة الركض وكأمور الحمد لله الإنسان كل نشوف كل الاسطبلات تبى النظافة ما حد ما يبي الاسطبل لأن إذا اليوم أنا أتساعد باكر غيري بيتساعد. كلمنا يمكن عن موضوع النزاهة كثير ويمكن هو اللي مغير من شكل السباقات في الفترة الحالية. اليوم المرحلة حسيت أن السباق مفتوح يعني من الأشياء اللي قيلت أن السباق مفتوح مع المظهر اللي ظهرت به بعد الفحص ابتدى السباق يكون مفتوح ولا كان من المسلمات نقول أنه هينحصر بين M7 و F3؟ فعلا كلام منطقي مفتوح بالفعل بدليل أن عندك البراري حاول ينافس وسيح السلم موجود دباوي ودباوي لكن دباوي الوثبة بعد موجود ند الشبة نعم في فعلا كلام اخوي يحيى واقعي ومنطقي ان السباق كان بي اي اسطبل يقدر ينافس للرمق الاخير. المرحله الثانيه كان ايه مؤشراتها ابتديت تشوف ايه يعني عشان انا اتفق معاهم ان السباق اصبح مفتوح ان انا شفت خيل ممكن يكون زي ما قال يحيى السبوق شفت خيل سبوق عند الاسطبلات يعني انا لو حطيت دباوي ند الشبة نطلع الاسطبلات الكبيره ونفكر في اداء الاسطبلات الاخرى ونشوف لو سمحتوا المرحله ونبتدي نشوف مع بعض مين انت شفته كان فعلا في التراك حلو. خيل سيح السلم سماح الثاني يعني مو بالحصان اللي فحص اول واحد في المرحله الاولى الحصان الثاني داكام يا السادس ولد سدبير نعم الحصان هذا سماح يعني شفناه انه عوض بدال الحصان اللي كان عندهم في المرحله الاولى عوض بداله وحصان فحص ثالث في المرحله الثانيه هذا هو سماح يمكن بس هو الحصان المرشح كان في المرحله الثانيه هو انسحب بعد الثانيه نعم فاذا اصبح ان هو انت تقصد عنده بديل اخر جاهز بديل نعم هو اللي قدر انه يدارك ياخذ مكان الحصان المرشح لما طلع من المرحله الثانيه حصان اسمه فيكو عندك النقطة الوحيدة اللي يمكن في الثري اختلطت الأوراق لهم البلنتي هذه أثر وايد تأثير كبير على فكرة هو أنا نفسي أفهم هو داخليا في الاسطبل بعد لو أنت بتشوف المرحلة الأولى والتانية حسيت هو مين كان مرشحهم أريبي ولا توب جير فعليا لا أنا شفت أريبي هي اللي مرشحهم الأول فكانت يمكن صدمة يمكن هي لأن الصدمة في 65 اللي انضربت البلنتي فيها هذه أنا أعتقد أنه مثل يعني صدمة كبيرة عندك 6 دقائق مو بشوية أنت بتفرق بين 6 دقائق وبين الدقيقتين واللي قدام طايرين أصلاً أكيد واللي سبحان الله يعني أنت حتى لو قلنا يعني بتعوض كم بتعوض صعبة شوفي حتى سيح السلم والوثبة المنافسة من المرحلة الثانية ومع الفرس سماح طلعت متأخرة ولحقت وفحصت زين معاه يعني هذا دليل على الجهوزية وأنها كارت قوي في الريس الدليل أنها جت ما شاء الله وسوت فنش رائع لكن زي زوم كان هو الأسبق شوف الكتلة من طلعوا من المرحلة الثانية هم في مجموعة كاملة ويحاولون يلتمون مع بعض السباق ممكن شوي الرتم من بدايته شوي راح يعني سرعة شوي أكثر كانوا يحسبون ألف حساب حق سيح السلم
يبون يتخلصون من المنافسين من المرحلة الثانية. تشوفين عندك الوثبة، عندك سيح السلم، عندك ندة الشبة، عندك البراري، هذه الاسطبلات ما تستهينين فيها دائما. يوم تكون معات تكونين تحسبينهم ألف حساب. أنت عايز تخلص منهم بدري. أكيد أنت كل مرة تحاول أنك أنت تضغطهم، ما دامك عندك مجموعة وعندك كواليتي عالي تحاول تخلص من المنافسين من بداية المرحلة الثانية. حتى ممكن شوي روزر بارك اللي يعني ما شفنا يعني مش ضاغط، مش ضاغط أبد، وبدأ يلحقهم في نص المسافة أو نص المسافة بعد الرجعة. أنت شايف شكل المرحلة كان مفكك شوي، قسم قسمتين على فكرة، سيح السلم على اليمين وأم سفن والمجموعة الثانية F3 وأم سفن، بس الكتلة الكبيرة أم سفن اللي موجودة متحكمة السباق كامل. هذه أنا أعتقد اللي تنحسب حق أم سفن، تقدر تسير السباق اللي أنت تباه أو التكتيك اللي أنت تريده. مين تكتيكه في المرحلة الثانية حسن كان واضح يعني very clear؟ سماح أم سفن تكتل عنده كان كبير. يعني أم سفن أنا أقول لك الرئيس هذا داخل إنه تحت ضغوط وداخل إنه أنه يحط بصمة. بس أنا عندي سؤال، أنا لو عندي هالكم من الخيول أنا ليه مش كل سباق بستعمل نفس التكتيك؟ عارف ده السؤال اللي طرحناه السنة اللي فاتت في كأس مهرجان ولي العهد. لا مو بالسنة اللي طافت، هاي المهرجان اللي طاف. نعم مهرجان اللي طاف، شفنا الأسامي قلنا كبيرة. شو بيتم عندهم سماح اسطبلات قيادية، اسطبلات كبيرة، لا تخافين عليهم، أسامي جديدة تطلع عندهم، نعرف أنها هم كفوا أنهم يقدرون يطلعون أسامي جديدة، وشفنا هذا، شفنا في كذا محفل أنهم يطلعون أسامي جديدة من الخيل وتأدي. شو عندهم شو الخافي هذا؟ يمكن سماح الشيخ محمد أذكر مرة سألتي أنتي قال لك شيء طلع للناس وعرفوه الناس وشيء متخفي عن عيون الناس. نعم. موجود يعني وكان يقصد فلورا. الذخائر دائما موجودة عند الاسطبلات الكبيرة سماح، بس توقيتها واختيارها يكون. عارفين في كل سباق في حد بيلعب دور الهجوم من البداية وفي حد بيدافع، مين حسيته في هالريس هو اللي بيلعب دور الهجوم ومين اللي كان مضطر يدافع؟ الهجوم اللي صار موجود وشفنا كله والتكتل اللي صاير أم سفن. الدفاع أنا أعتقد ما كان فيه دفاع أبد. كلهم هجوم، كلهم هجوم. اللي بيخسرونه في التراك أو اللي بيخسرونه دائما وصولك أنت في القرية، هذه الأوراق اللي أنت تخسرها. أعتقد الدفاع اللي أنا شفته وهو الوحيد روزر بارك اللي كان يتصيد بس الأغلاط اللي موجودة ما حصلش أخطاء، ما في أخطاء لأن كتلة كانت مجموعة كبيرة. المجموعة بتختلف يمكن ورقة ورقتين. تعتقد إسماعيل كان محتاج يلعب هو كمان بالعدد؟ أنا أعتقد يمكن خيلة كامل اللي موجودة حطها في السباق الرئيسي. أنا لو عندي خيل أكيد لازم أنا حتى لو أحصل سباق واحد من مهرجان سيدي الشيخ محمد يحسب الحساب. يعني أنا عدنان لو قلت أن يمكن إسماعيل هيركز أكثر في 160 فعلشان كده هو دفع بطلقة واحدة قوية كاسم موجودة في هالسباق ومدخر الذخيرة للكاس الرئيسي، هو مش كده دخل في مخاطرة؟ هو حاسب حسابه أن يعني حاط ثقلة على الحصان هذا اللي موجود، وفي عدة كمين خيل موجودين ويفحصون جيد، لكن مش بنفس قوة روزر بارك لأن روزر بارك مجرب وعارفينه، فحظك ثغلة في الحصان هذا وعكل عليه وقال يمكن الحصان بينافس، هو نافس لكن المرحلة الأخيرة تأخر عليهم شوية. أما بالنسبة لهذا اللوب الثاني كان توب جير موجود قدام وكان حصان البراري اسمه كراك كانوا متسيدين وهاجمين هم هجوم، وكانوا M7 هم اللي يعني مش مدافعين ينتظرون معاهم، يعني معاهم خليهم هم اللي يهجمون هم وراهم. الدفاع منو؟ ما في دفاع، كل مهاجمين كل أتاك. أنت شو عاجبك كلامه؟ واضح. لا أنا عجبني كلامه وتحليله حلو. سماح الشفافية وشفنا التغيير اللي صاير ونهاية مهرجان ومهرجان سيدي سمو الشيخ محمد، العالم كلها سماح داخله للمنافسه، الاسطبلات الرئيسيه داخله انت للمنافسه. انت شفت منظر الوصول من المرحله الثانيه؟ انت امتى شفت المنظر ده؟ نعم شفنا هذا دليل هذا على هذا الكل هذا من زمان سماح الكل طامح انه يحصل على مركز وينافس بصوره اقوى.
خلينا نبتدي نشوف معاكم بعد المرحلة الثانية. أنا كنت دخلت الفحص ما كنتش عارفة أشوف مين ولا مين. أنت تقولي مش عارفة تخرجين كيف؟ أيوة صح، على الكمية اللي موجودة من ثاني اللوب وكلهم مندفعين، والقرية ما شاء الله أنا استغربت دقيقتين انملت، دقيقتين انملت كامل القرية. يعني كم أنت تنافس؟ إذا قلنا أمسفن خمسة ولا سبعة، وعند جف ثري والجميرة وسيح السلم، أنا أول مرة أشوف المنظر هذا. بس أنا عايز أسألك سؤال، أنت كمدرب لما بتشوف الكم داخل معاك للمرحلة الثانية وبعدين بتشوفهم بيبردوا ودقيقتين بيدخلوا اسطول عشان أني أنا كم أمسك خيل سماح، هذا المنظر في الوثبة يا الله كيف يريح الواحد. نعم، من لوب الثاني نحن ندور هالزحمة، الزحمة هذه تتمنونها العالم في الوثبة، لكن هني شوي صعبة. صعبة وايد. هني أول شيء واجهك القلب. هني عندك 30 ثانية وساعة القلب، لكن في الوثبة يمكن تاخذ لك لفة شوي. وبيوترك لما بتلاقي المدرب اللي معاك ابتدى يدخل وانت لسه عمال تصب ماي تصب ماي ما تواحي عندك كمية بسيطة. العين مش على الخيل، العين على منو يدخل اول واحد. هي انا عارفة والله. مثل ما هو مثل ما هو تحدي في التراك، ترى هو في تحدي في القلب. كل ما حد شاف حد دخل على طول دخل وغامر. خلينا نشوف لمن كانت الغلبة بعد المرحلة الثانية في الفحص وبعد الكم اللي شفناه. انا قلت الساعة احمر 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 احمر, أحمر، لكن من الواضح ان فعلا كان في حذر، لكن كان حذر محسوب وخاصه في الاداء في التراك. في المرحلة الثانية استمرت الخيول في السير في مجموعة واحدة كبيرة ضمت أكثر من 25 فارسة. معدل السرعة انخفض قليلا ليصل ل 28.5 كيلومتر في الساعة. الاسطبلات الرياضية لا زالت في صلب المنافسة مع تواجد كاستل بار توب جير من F3، بامبو سيكورسكي وبوتو من M7، روزر بارك من MRM رفقة زميله بوكاكو، البراق ولاموريت من الوثبة، سامويل وداكام من سيح السلم. العددية تقف إلى جانب M7، ولكن السباق لا زال في منتصفه، والبطل في النهاية سيكون اسم واحد. تصل الخيول من المرحلة وتدخل إلى الفحص الطبي الذي حمل أخباراً غير سارة للمتصدر السابق داكام الذي يستبعد للعرج، فيما تحصل لاموريت من الوثبة على عقوبة البلنتي. يتصدر كاستل بار توب جير المنطلقين بعد أن فحص بدقيقة وثمانٍ وعشرين ثانية، متبوعاً ببامبو من M7 الذي فحص بدقيقة وثمانٍ وثلاثين ثانية، ثم سامويل من سيح السلم بزمن فحص قدره دقيقتين. لا زالت الفوارق الزمنية بسيطة بين المنطلقين في المجموعة الأمامية، والفرص قائمة للجميع للمنافسة والتعويض. تعرف آخر الموسم الموجود في التمرين قلنا يلا خليها تشارك ضروري. طبعا فعلا مثل ما قلت خيبة أمل أن حصان ضرب بلنتي، وهذا طبعا يأثر علينا صراحة، لأن هذا الحصان قلبه زين صح، أول اشتراك له بس على أساس أنه بيكون في المقدمة، هذا المتصورين. ما أدري سبحان الله، كان القلب 57 برا وارتفع داخل 65. تعرف يجوز الحر ما تعرف يعني أشياء كثيرة تحصل، لكن عندي حصان الثاني كذلك قلبه ممتاز لكن برع ما ينزل قلبه، أعتقد كأنه في نيرفز، لكنه داخل يعطيك قلب غريب نزول قوي. يعني المرحلة الأولى عطى 48، المرحلة الثانية عطى يمكن 51، بس تأخر برع شيء غريب يعني.
تعرف بعض الخيل تحتاج خبرة. عندنا حصان البراق المرحلة الأولى تأخر في القلب، لكن المرحلة الثانية عطى نبض أفضل دقيقتين طبعا لأن من زمان ما اشترك، وهذا أعتقد شيء طبيعي. اليوم تعرف أنت مهرجان غالي على الجميع، كاس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، أول سباق في المهرجان، فتعرف كل واحد يحاول أن يطلع بصورة جيدة في المهرجان هذا، وتعرف أنت آخر مهرجان في الموسم، خلاص يعني اللي ما سوى نقطة يحاول أن يعمل يسوي لي نقطة اليوم في المهرجان هذا. ممكن براق لحظوظ أكثر أتوقع، شفته شكليا وأداء زين، إن شاء الله تعرف بعده في مرحلتين باقية أتصور إن شاء الله نكون. المهم وجودنا في المهرجان ترى مهم، ومشاركتنا أظن أعتقد أنها مهمة، فلهذا بنحاول بننافس إن شاء الله إن شاء الله. المرحلة الثانية نشوفها بعد السباق اليوم بيكون سريع، أتوقع السرعة ما بتخف حتى في المراحل الجاية، السباق بيكون قوي اليوم. تعرفين أنا كنت بسأل المحللين وإحنا بنشوف اللقاءات عن خيول علي الجديدة اللي هو جايبها، وواضح إن هي أدت في المراحل الأولى، يمكن الريكفري لم يسعفها، شفتوا منها حاجة في التراك لفتت نظركم؟ يمكن أبدأ بعدنا. ديلامارتي كان يعني ككونديشن وأكشن ممتاز ما شاء الله عليه، وحتى براق، لكن ما أسعف القلوب، ما أسعفتها في المنافسة، بس هذا اللي شفته منه. وابتدينا نشوف التصفية، خلاص انت لما بتدخل مرحلة تانية ومخلص وابتدى الريكفري ما يسعفك، كانت المشكلتين الأساسيتين عند الوثبة وعند سيح السلم، بس يمكن الوثبة لم تجد بديل، سيح السلم كان عندها خيل واعتقد هم نفسهم اكتشفوه اليوم. نعم صحيح، اتكلم عنه أخوي حسن. الحصان هذا ما شاء الله اليوم تميز، يعني دايما سيح السلم تشوفه لو كان يعني ورقة واحدة رابحة طاحت عنده، تشوف الورقة الثانية موجودة عنده في الصدارة، وفعلا توب جير وحصان سيح السلم هم اللي تصدروا وهم اللي بدوا في المجموعة الأولى يعني المتصدرين. أمسفن وعندك العاصفة وعندك البراري هي اللي بدأت شوي تضغط على خيلها عشان تلحق المجموعة، وعندك MRM روزر بارك، يعني هذه الخيل اللي بدأت المجموعة تلحق حق المجموعة الأولى. أعتقد اليوم حتى لو يعني الفارق بقى دقيقة شفناهم صعب كثير جدا أن يوصلون المجموعة، حتى والدليل أنه بعد الشارع ما قطعنا الشارع ورجعنا توهم المجموعة الكبيرة من أمسفن والMRM والند الشبه وتلحق فيهم بعد الرجعة، هذا شوي جهدت خيلهم اعتقد او انه شوي. انا فعلا مره اول يمر علي سباق ان عارف ان اللي عنده دقيقتين ورا تقول ان اصبح صعب عليه ان هو يعوض. صعب اذا كان مرحله اخيره. اي بس شوف انت من المرحله الثانيه ابتدينا نقول طالعين ثالثه خلاص صعب ان هو يلحق، صعب ان هو يلحق. كان شيء غريب خصوصا سماح ان الحصان اللي في المقدمه معروف، ان الحصان اللي في المقدمه كان توب جير معروف انه حصان لو راح بسرعه عاليه في التراك بيفحص وبيطلع، فما تسلم له السباق، لازم انك تضغط وراه ما تخليه على راحته. هم مثبتين السرعه عندهم ثابته، سيح سلم و توب هو توب جير هو اللي مثبت السرعه، هو ثبتها لكل اللي معاه على فكره. لا بس الجماعه اللي ورا جايين اللي M7 وMRM والبراري لحقوا عليهم تدريجيا لغايه ما وصلوا عندهم، هو تقريبا وصلوا بعد في المحمية تقريبا وصلوا ودخلوا جماعي. بس وين لحقوا؟ لحقوا آخر نقطة 5 كيلو باقية. أنت عندك 15 كيلو، هذه ما قدرت تلحق، وهي كانت الفارق بينهم بين يعني دقيقة وشوي، وحتى شوف الضغط اللي صاير حتى M7 F3 يعني الضغط اللي صاير في عربية، يعني تشوفين أنت كيف الضغط عشان بس يلحقون المجموعة الأولى، وM7 يعني جبروا أن يضغطون أكثر من اللازم عشان بس مجرد أنت قبل لا نوصل القرية أن هاي المجموعة المتكلة هاي كاملة أو المجموعة الكبيرة توصل بس في الـ في الـ في الـ عند الأوائل. شوف الحصان هذا ما شاء الله مال براق، حصان الوثبة كيف ضاغط وهو ساير بس عالي، بس مجرد عشان أنه يكون في المجموعة الأولى متصدرة، ونجحوا في
في اللحاق هذا نجحوا فيه وفحصوا مع المجموعه مع توب جير وسيح السلام. ما نقول نجحوا، نجحوا هم يمكن بعض الخيل اللي نجحت، بس في بعض الخيول اثر عليها القلب، نفس روزر بارك، نفس البراق، نفس الخيول هذه اللي كانت يعني موجوده، هذه اللي نجح منها توب جير ام سفن. سيح السلم بعد نجحت في الفحص، هذه اللي ممكن شوي نقول ان هي اللي نجحت اسطبلات او الخيل المتميزه في نبضات القلب، حتى لو زدت السرعه ما عندها خوف، ما عليه خوف. نعم كنا بنشوف كل شويه، عارف توب جير هو الليدر للسباق، بس كل شويه ام سفن بتبعت له خيل، كل شيء ام 7 بتبعت له خيل وكانها بتبدل وتريح تبدل وتريح. ما دام عندك مجموعه خيل ومتكل على محمد السبوسي على هاي المجموعه، ومجموعه كبيره، بس هو كان بيريح اللي بيضغط علشان هو بيتعب فعلا اللي يعني اللي ضاغط، ولا بيريحه عشان يلعب فيه ككارت اخير؟ نحن كمدربين او دائما نقول المرحله هذه الثالثه تصفيه، انت هاي المجموعه كامله بتظهر وياك المرحله الاخيره، بتكون عندك حظوظ قليله، ما دام عندك هاي المجموعه الكبيره لازم تتخلص منها من الحين، لازم تضغط خيلك، لازم انك تبادر انك انت تروح السرعه شوي الاكثر عشان انك انت تلحق اقل شيء توب جير. سماح توب جير ما تتودر، ما يتودر ابدا، توب جير ما يتريح، ما تخليه مرتاح، اذا خليته مرتاح بحفظ قوته احنا عارف يمكن اكثر ناس. بس انت حسيت ان هم ضغطوا عليه؟ لا لا مش على اساسه، هم خلوه كل المراحل. لا محمد شيبة ضغط في الأخيرة، ضغط لا في المراحل السباق ضغط عليه، ضغط على توب جير، ضغط عليه ما خلى الثالثة خاصة، لأن سماح نحن نعرف أن الكل يتفق أن توب جير يمكن إذا خون بيكون يخون في المرحلة الأخيرة أن حصان يتعب الفينش. نعم لكن إذا أنا خليته مرتاح خلال المرحلة الثانية المرحلة الثالثة وحاول ألحق عليه في الأخيرة فهكون صعب أني أنا ألحق عليه، لكن دمني أضغطه من المراحل الثانية والثالثة أضغطه فيها، قد يكون هناك يعني نوعا ما من أن يكون فيه تعب الحصان، لكن الحصان دائما ما يؤدي أداء ممتاز. نشوفه حصان، أنتوا عارفين أنا شايفة أن تشكيلة ام 7 في السباق هي كوبي بيست من مهرجان ولي العهد فعلا. سباق البنات جابوهم يعيدوا بيهم التجربة، لكن هل اتطورت الخيول ولا حسيتوا أن هي أدت يعني اللي ضغطين مع رقم 16 مع توب جير أصلا هو ثالث سباق البنات بامبو هذا الحصان يمكن سماحة أنا ما أتفق معك، الأسامي اللي دخلت ولي العهد أقوى عن هذه، أسامي معروفة أكثر، فنحن كنا نقول إذا دخلت الأسامي هذه ولي العهد بنات إيه نعم ما هم متكررين شوية نعم. متكررين نعم. في كم راس بس ساح السلام زيزوم اليوم هذا يعني حصان اكتشاف أطور. يعتبر اكتشاف حصان أدى أداء يعني خيالي صراحة. لا لا خليني معاك قبل زيزوم نعم خلينا في التشكيلة اللي بس احنا بنشوفها. زيزوم على فكرة تطور كبير التشكيلة سماح يمكن معروف الحصان الأفريقي وولتر هذا اللي اسمه وولتر ليا اللي كان في الوثبة نعم نعم هذا الحصان شو ملفت ملفت نعم طلع من اللوب الثاني كان في الورقة هذا المعروف بس الخيول الباقي سماح يعني بوليو بعد كان معروف بوليو معروف بس خيول الباقي كلها مش معروف يعني خيول جديدة تعتبر يعني هذا اليوم ركض زيزوم هذا مفاجأة مفاجأة لأن في التراك تشوفه هادي احنا تفاجأنا في بس الفينش. على فكرة أنا هقول لك على حاجة هو هم اوريدي أصلا جايبينه من مهرجان من كاس شيخة فاطمة من الوثبة وكانوا ضغطين عليه الحصان كان كام عامل 28 بس كاس شيخة فاطمة شو سوى سماح ما له نتائج بس انت خلك من مالا نتائج حصان عامل 28 ما عليه بس ما تقول حصان يؤدي ويتطور ولا لا طبعا اكيد اذا عند 28 عامل اكيد انه يطول لكن سماح بعدم ما عنده نتيجه ما يعتبر حصان سوبر ستار يعني حصان معروف حق الكل ان حصان سابق وقد ادى الحصان من يسبق سماح يبدون الناس يحسبون حسابه ويلفت للنظر تتذكري سماح انا يمكن كلمتك عن حصان قلت لك انا عندي اخوه ايوه هذا الحصان اللي هو اللي نفسه اللي نحن نتكلم راس جن هي راس جن غيروا ترى الاسم هذا مجرد تغيير الاسم كان الشيخ حمد اعتقد اللي راكبنا قبل والحصان هذا كان عند حسنين من الاجيال وفاز عندهم في الون ستار واعتقد انتقل هذا حصان قديم يمكن جاي هني السنه 2016 من بدايه الموسم عنده في 2016 الحصان هذا اعتقد يمكن شوي يكون بس سمحت تعليق عليه كلامك ان حصان مسوي 28 حصان مسوي 28.1 في سباق ال100 في البنات في الوثبه اليوم 120 تخيل انت 28.1 وترتيب 20
عرفتي؟ يعني هني شوفي المفارقات. يعني حصان بطل لو كان يعني حصان مثلا في سباق ثاني بيأدي 28. هو الأول كان عامل كم في الريس الشيخة فاطمة؟ 28.1. لا الأول الفايز. لا الأول مسوي 29.3 الأول. خلينا نشوف معاكم أصداء القرية بعد المرحلة الثالثة وابتدينا نتكلم في المرحلة الأخيرة. إبداع فعلا إبداع. حال أي مرحلة ثالثة بدأت المجموعة الأمامية تتقلص، سواء لاختلاف مستويات الخيول أو للبلنتيات والاستبعادات والتأخر في التبريد. 15 فارس ساروا في مجموعة واحدة بمعدل سرعة وصل ل 28 كيلومتر في الساعة، مع تواجد كاستلبار توب جير من F3 وأريبي الذي استطاع أن يعوض البلنتي الذي تحصل عليه في المرحلة الأولى. M7 مثلها بامبو، جيوتو، زيزوم، كاتيما وبوليو سولوت وراحيل، البراق من الوثبة، سامويل من سيح السلم، هارت بريكر، وفيغاري من جيميرا، روزر بارك، وباجيكو من MRM. الصراع لا زال مفتوحا وكل الصبل يرفض أن يتنازل عن موقعه في المجموعة، رغم أن السرعة العالية وارتفاع درجات الحرارة سيؤثر على الخيول. الوصول كان على شكل سير المرحلة، ومعظم الخيول في المجموعة الأمامية فحصت بمعدلات استشفاء ممتازة باستثناء البراق الذي استغرق 5 دقائق وروزر بارك الذي ظل يبرد 7.5 دقائق ليبتعدا عن المتصدر كاستلبار توب جير بفارق 4.5 دقائق للبراق و6 دقائق لروزر بارك. أما البقية فقد خرجوا بفوارق زمنية بسيطة، مما سيجعل المرحلة الرابعة نارية ومثيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات. Yep, he took a little bit more time to recover. What to do? It's really hot. It's really hot. So we'll see. It's, I think, a little more speed than what I was expecting because it's very hot and it's very difficult race. We are going speed. My horse until now it's okay, so I hope the last loop we have the power also for go. We was going like 30, 29, not very less than that. It's same as always. It's not crazy. It's fine. It's just very hot. But it's fast like all the ladies races, but it's not crazy. No more. We will stay with the group. And on the loop, we will see how he is. We will try to keep behind. If I see that he don't have the power, I will try to take care of him. He has power. He has always power. But 6 minutes, it's really a lot. And it's, the loop is very short. So we'll see. Maybe some horses in front will be tired. Who knows, no? Everything can happen now. We'll see. Everything can happen. We will see. وطلعنا للمرحلة الرابعة ومش عارفين what we will see exactly. يعني هو فعلا مين اللي هيفوز؟ مين المرشح؟ جميرة مستمرية معاهم للمرحلة الرابعة، سيح السلم كمان معاهم، ولا يمكن وأن تستثني أحد. صحيح الصراع التنافسي خلال هذا الموسم على أرضية سيح السلم كأن الكفلاء لهذا التنافس هو M7 وF3، لكن ابتدينا نشوف مع دخول سيح السلم بتتهز شوية عملية ثقتك في نفسك وثقتك في أدائك حتى وإن كان عندك كم عددي. وخرج 2 بكم عددي، F3 وM7. F3 كانت جميرة وF3، أما M7 فكان عندها قوة عددية هي الأخرى، وكما قال المحللين هذا فعلا ما خدم مصلحة السباق وشفنا هذا الشكل التنافسي. كنت عينك على مين من الخيول يا حسن وهم طالعين؟
والله سماح المرحلة الأخيرة كانت فروقات بسيطة جدا، ما في فروقات كبيرة. بس أنت بينك وبين نفسك قلت هذا بيفوز. والله عرفت تختار؟ أكذب عليك أقول لك أني كنت أعرف لا، ووراها زيزوم ما كنا نتوقع أنه بيكون عنده الفنش القوي. حتى كانوا يكلموني الشباب يقولون أعتقد أم سيفن كان متقدم، لكن أف ثري اللي 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 بيكون لهم الكلمة يعني. لكن سماح أول ما بدأوا يطلبون من الحصان صراحة خلينا مع البدايات. نعم. سيح السلم كانت معاهم. نعم. وهو اللي طلعوا أكثر أول ناس تبقير سيح السلم أم سيفن، ومن بعدها بدت جميرة، بعدها أم سيفن شوفي أول ما طلعوا يعني بعد 4 كيلو تكتلت كامل المجموعة، ما واحد حتى يمكن شوي أن المجموعة تطلع أكثر. هم حاولوا يلموا بعض. أكيد. أنت عارف F3 حاولت تلم بقية قواها، M7 حاولت تلم قواها، وكلهم كانوا ضد سيح السلم. تشوفي دائما أنت مش ضد سيح السلم بس. لا حتى يعني F3. أنت فكر فيها يعني. F3 نحن نعرفها متميزة. متفوقين عدديا عليه. ايه. بس مجرد هاي. ولكن سماح كل واحد يبي يخدم نفسه. فعلا. كل واحد يبي يخدم أكيد. نفسه. أكيد. أكيد. يعني شوفي أنت حتى الاندفاع اللي كان ظهر به توب جير، عرفتي كيف سماه يعني شوف ترتيب توب جير، سيح السلم كان معاهم وصامد للنهاية. نعم. وام سفن، وعندك اف ثري أريبيا، وعندك سيح السلم وجميرة. هذه الخيول كانت ما تتودر، حتى كانت ام سفن أنا أشوفها يلحق بالمجموعة يعني الثانية عشان بس تكون حظوظة أكثر. لين هني سماح زيزوم بعد ما لحقهم. هي نعم، لين الحين زيزوم بعد ما لحق ما طبعا أبد. زيزوم والحصان اللي بعده بعد الثاني اللي ثالث. هذا للحين لين هني ما بينوا في اللهان. تشوف لين الحين هذا مجرد الحين بعد الكيلوين اللي ضافن أكثر بعدهم ما وصلوها، وزيزوم بعد ما وصل عندهم. تشوف الضغط اللي الحاح إن بعده توب جير هو اللي كان مسيطر على الوضع، وسيح السلم ما كان يقدر يخليهم يعني بروحهم ياكلون الكيكه بروحهم. ام سفن تشوفينه كيف عندك 3 خيول موجوده من ام سفن. ام سفن الحين 3 خيول اف 3 اف 3 والجميره خيل ام سفن وخيل سيح السلم. هذه لين الحين بعدها الخيل ما تقربت عندهم، تخيلي. وام سفن ما بادرت انها تمسك زمام الامور، لان في تنتظر خيول ورا تتجمع معها. هذه المجموعه الثانيه اللي لا، هي المجموعه الاولى بعدها. انا اللي عجبني في حصان بامبو تبع ام سفن انه كل ما زاد توب جير في شويه سرعه يجاري معه لغايه ما تقريبا قبل الصعده التموا كلهم. نعم قبل الصعده هاي الكبيره. نعم. هني بدينا اشوف انا عني قمت اشوف عريبي. قعدت اشوف الفرس عريبي هذه شو بتسوي. لا نعم والله. نعم. هذا زيزوم سماحني الحين بدا يوصل. شوفي شوف ما شاء الله يعني لين الحين البنت مو بقادره تقبض. تخيل انت في السباق او المرحله الاخيره، هذه المرحله الاخيره وبكل قوته طالع الحصان تبارك الرحمن. وعندك تبقير ما خلى مجال ان في خيل تلحق خلفه. انا اتوقع الخيول هي اللي فرضت قوتها نفسها. الفرسات ما قدرن يعني صح ان السرعه موجوده، لكن الخيول اجبرت الفرسات ان يمشون بالسرعه هذه. وعلى فكره سيح السلم يحسب له حساب، صار الحين يوصل في المراحل الاخيره ومع المجموعه، يمكن يكسر منها يمكن الريس كان يحط البصمه. نعم نعم سيح السلم تبارك الرحمن بدا يعني يبرز نفسه وينحسب له حساب. شوفي الحين التقدم اللي صار ام سفن بعد ما تكتلت الخيل، وعرف محمد السبوسي ان خيله وصلت من ضمنهم زيزوم، بدا شوي يندفع وبدا يحط يعني خطه ثانيه. الحين شوف الكتله كامله ووصلت المجموعه هذه اللي منافسه. بس هل تعتقد لو كانت اف 3 سحبت شويه، سحبت بتوب جير علشان ما تخلي المجموعه تتكون مع بعض كان؟ بس سماح انت شو قلت اول حلقه؟ ليش اخترت انت توب جير؟ نحن شو اللي كنا نعرف عن توب جير؟ كنا نعرف دائما في الأمتار الأخيرة يكسر الحصان، ما كان يخدمه. هو هذا اللي صار. أنا أعتقد لو زاد دفاع أكثر بيكون. شايفين دخول الريل؟ دخول احنا كبير. تجمعت الخيول، إحنا تحفزنا و 3 خيول من ام سفن وخيلين من اف 3، هذا اللي انصدمت.
اللي صمدا اكثر. شوفي لا بعدين ماله التراك هي خلاص انت الحين مش عارف حتى منو بيفوز. وزيزوم جاينك من الخلف، انت مو بترشحه حتى زيزوم، بتقول لا الخيل اللي قدام ممكن شوي، لان زيزوم جاي من الخلف وبيكون طاقته اكثر. صراحه هذا المنظر من زمان ما حد شافه. وهني كنا انا العدد هذا سماه، تمنيت شيخ محمد يكون موجود عشان اشوف اللحظه هذه. لحظه عجيبه وشيء يعني تستغرب منها. والنقطه الوحيده اللي ان دائما نشوفها النقطه، لان الحين بنات ما فتحن يعني، كان تخيل التبديل اللي حصل يعني سرعه ما شاء الله، سرعه كبيره. وشوفي كل المقبوضات الخيول يعني ما تقول ان هذا خيل لا بدا يتقاصر او بدا يتعب او خطوته بدات تتغير، لا انا اشوف كل الخيل. شوفي اللهم سيح السلام بدا يقاصر ورا ما قدر يلحق ويجاريهم فعلا. الحين بدا يلملي التراك. شوف زيزوم كيف جاوز من هناك من برا، من برا نعم، هو لانه ماسك الطرف الريل. تعتقد ان هي مسك الطرف الريل اليمين فعلا كانت يعني قرار صائب منها؟ والله سماح هي دائما يعني هي مش الحين انها خذت توجيهات، لا مش انها سماح ملف او بس هي ما كانتش معاهم من الاول، انت شايف هي من الاول واخذه يمين. لا معاهم بس سماح التكتل هي على 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 طرف ماخذه الخيول، بديهيه كلها ينفع بديهيه هذه الخيول يتبارن هني سماح، ما في خيل ورا خيل. شوف بدا يمكن يقصر الحصان يعني، هي قاعده تطالع تبى تشوف هذول اللي بيتحركون معايا ولا ما بيتحركون معايا. بدا يقصر شوي الحين، بدات عريبي تشتغل الحين. شوف بدا زيزوم يبعد وبدات الحين تطلب عريبيا، عريبيا لازم انها تلحق شوي لان باقي من الامتار الاخيره او باقي من كم كيلو. تبارك الله ما شاء الله، يعني يوم فتح زيزوم بالسرعه هذه وقعدت اشوف القاب اللي بينه وبين عريبي، قلت خلاص مستحيل انها توصلها. على فكره زيزوم عارفين ان عريبي انها فيها زيزوم كيف شوف سبرنت. يعني ضغط مستمر، هذا ضغط شوف بعدها تبقير موجود. انت تقولون يمكن بعدها، لا بعدها موجود لان الامتار الاخيره موجود. تبقير لو تريح خلال المراحل اللي طافت كان بيكون اداء اقوى صح، لكن الضغط اللي استهلك. شوفي لين الحين بعدها يعني ما تعرف انت منو بيسبق. زيزوم بدا الحين يخف، الخيل الباقيه بدات تتقرب منه، بدات تعطي اكشن ثاني، الحين بدات تتغير الخطه. انا اعتقد بيبدا الحين محمد السبوسي يضغط عشان يتخلص من الباقي المتسابقين. هو بس القلق من عريبي بس، لا اكثر ولا اقل. عريبي هي مسويه قلق ومسويه ربشه في الفتحه هذا اللي صاير، وفعلا حاولت تلحق الفرس، لكن خلاص الوقت ما اسعفه. لو في مجال زياده يمكن، انا اقول يمكن، لكن زيزوم تسيد في السبرنت هذا ما شاء الله عليه، لان حصان كبير تفاجأنا وحفزنا له ومبروك صراحه. انا هذا اكتشاف ممتاز ورائع. نعم هذا زيزوم ذكرني في اول ما شلوه من عند حسنين، كان مسوي فنش نفس النظام في الفنش هذا. تبارك الرحمن بعده لين الحين وهو يعطي الحصان لين قريب الخط وهي الفارسه متحفزه طايره طير. لا ما هي ما تقدرش تهدي، لا انت لا هي متحفزه. شوفيها كيف حفزانه، تم ترفع القميص وراحت يمين يسار. تبارك الرحمن ما شاء الله، احلى فيش. هذا الاكتشاف اللي يمكن اكتشاف جميل مسفن فيه. الحين بعد ما سبق يبدون سماح اللي فيها يبدا يترشح يعني. شوف الحصان بوليو سولوت قاعد يحاول مع ريبي بعد. نعم كلها سماح، كلها فروقات ثواني بين الخمس مراكز الاولى. نعم اشوف الفينش اللي وراها. انت عارف هي فتحت في الوقت الصح، صح عشان انت بعد مهما كان لازم تحافظين خلاص يعني. اذا بخليها لين الفينش يمكن عريبي بتسوي مو بلا فتحت في وقت صح، فتحت الخيل حتى يساعدها انها توصل. وبعد شفتي انت لو وصل الخيل بعد بقوته، شوفي الحين تحاول تهدي ما بعد ما طاف الخط وبعد. فسمح شوفي الابطال هاي كلها ابطال، خيول هاي والله انها ابطال. نعم كفوا ووفوا وبيض وي، تحس كل واحد منهم مركز اول ثواني لوحده يعني. لو حطيناه في ريس مجرد ثواني يعني، فروقات بسيطه لكن يعني اداء حتى تبقير ادى، لكن تبقير ادى وان شاء الله بيأدي وتطور. هذا يعتبر الحين مثل المفحام له، وان شاء الله نحاول يحاول. مش عارفه ده المفحام له قوي يعني ان في نفتح. انا اقول يتقيض الحين الفتح هذا، الفتح هذا يعني على فكره حق السلياي لانه دوم يعني قد فتح لكن بروحه مع نفسه. صح
لا لا حسن هالنغزه انا حسيت بها نغزه. لا لا هو ما في خلاص لا لا هو نغزة. لان الحين اخر موسم ما حد يفهم. الحين اداء رائع إن شاء الله من مدربين. بس حطي هالصوره هذه فعلا ابطال. نشوف الصوره. ابطال ابطال الثلاث مدربين ابطال وخليفة. والله فعلا انت دائما يوم يقولوا لك يعني الخيل اللي جايه فعلا نفس يعني خيل كميه خيل وابطال واكتشاف جديد يعني فعلا ان مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد. يا ريتك بعد باقي قاصر مدرب واحد مين؟ اللي هو غانم مري. ما لقيتلوش صوره والله والله لان اليوم صراحه ابهرنا في الجميره فعلا فعلا ولين الحين موجود هو بعد في الفينش وياه. انا اعتبره سابق معروف موجود حصان بطل هذا مركز العام عند فثري ومؤدي اداء قوي يعني. خلينا نشوف تقرير المرحلة الأخيرة وبعدين ننتقل لفقرة الناموس مع المدرب الفائز محمد السكوسي. تنطلق الفارسات نحو المرحلة الرابعة مع توقعات بمنافسة قوية لقوة الأسماء التي تواجدت والجاهزية الكبيرة التي بدت عليها الخيول. مع بداية المسار يتقدم ممثل سيح السلم سامويل رفقة كاسل بارتوب جير وبامبو، ثم يظهر من خلفهم هارت بريكر وأريبي، ثم زيزوم وكاتيما وفيغاري وبوليو سولود. مع مرور الكيلومترات تتجمع هذه الأسماء وتسير في مجموعة واحدة ما لبثت أن تقلصت في آخر 5 كيلومترات مع تراجع سامويل وهارت بريكر. ويتبقى 6 أسماء في الصراع المحتدم في آخر الكيلومترات. صراع قوي حسمته دولفينا ماريا على ظهر زيزوم لتهدي استبلاط M7 لقب سباق السيدات في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقدرة بعد أن انطلقت بفارق 1.5 دقيقة عن المتصدر. ويدخل أريبي من F3 ثانيا لتثبت الفرس أنها ذات إمكانيات كبيرة. ويظفر بوليو سولوت من M7 بالمركز الثالث متغلبا على فارق 1.5 دقيقة الذي أبعده عن المقدمة مع بداية المرحلة. The horse is amazing. I knew from the beginning I have a really good horse, but also F3, all our team had very good horses. And this is the result that we here arrived 7 horses all together. Well, it was a very competitive race, the last lady race of the season, Sheikh Mohammed Cup, very important race. And everyone wants to win. So the last loop was very, very strong. And but our horses were really good and they were able to do a high speed. I tried to push the horse to catch F3 and the first top gear. And when I catch, I say, okay, I will be here. I'm not gonna be anywhere. And nothing. When we start to run, my horse run faster. Mohammed, he always sees the race, how it's going, and he's all the time with us, checking what's the best strategy to beat them. And it worked very good today because 2 of our horses were very strong and we were able to beat them. Yala, Pipi, yala, go. No, I told Mohammed, when you say, I will run. And he, in the perfect moment, he told me to go. I'm very, very good we did it.
الإدارة، لأن بصراحة أنا عجبني اليوم يعني لافتة إنسانية من فارسات M7. عندهم زميلة أصابها يعني أعتقد سرطان وتتعالج منه في هذه الفترة، كلهم اتفقوا على أن يكون صورتها موجودة على التيشيرت، وكما رأينا المشهد كان فعلا مشهد جمالي. أنا حتى لما كنت بشوف الفينش أنا استغربت، قلت هو في إيه ليه ترفع، لكن بعدين لما شفنا اللقطات في القرية فعلا يعني شابو، حركة فعلا حلوة، لفتة إنسانية منهم جدا حلوة، وتحس أن ما فيش غيرة، قلبهم على بعض، صح؟ تيم وورك. شوفي دائما الإنسان متى تعرف معدنة أو متى تعرف الإنسانية اللي موجودة عندهم. هاي الزميلة عندهم صار لها يمكن سنتين، اسمها صابرينا، زميلة يعني كانت ما شاء الله عليها، تتحلى بروح معنوية عالية، بأخلاق، بطيبة، بكل الناس يعني يشهدون على هالشيء. سبحان الله، الإنسان مهما كان يعني يصيبه أمراض أو إن لا قدر الله شيء، بس اللي نحسب دائما الناس هذه أو الجروب اللي معاك دائما يعني أنت تطبع بتيشيرت وشيء تهديه إهداء كفوز، وإنك عند الخط تفتكر إن أنت أيوة أنت هذيك الوقت أنت تفتكر في الفينش أو تفتكر في حصانك أو في شو تفتكر اليوم، أنت شيء كبير إن شاء الله. نتمنى لها العودة سريعا إلى أرض السباقات. خلينا ننتقل معاكم نشوف تصريحات محمد السبوسي الخاصة بالفترة الماضية. يعني أنا كان عندي أهم، أنا عارف المدربين بيحبوا أن أنا أسألهم كيف كان شعورك وتخطيطك وكيف إحساسك بالفوز، لكن أنا ما بعرفش أسأل الأسئلة دي، وبالتالي بتكون فرصة أن المدرب على كرسي الاعتراف يكلمنا على الفترات الصعبة اللي مرت بيه في الخسارة، وكلمنا عن القادم لحظة الفوز. يمكن احنا تعودنا مصاحب سمو الشيخ محمد براشد المكتوم خلاص فوزنا بالسباق نحتفل به ونطوي الصفحة ونفكر في اللي بعده، وبالتالي كان الحديث عما مضى والقادم بالإضافة إلى منافسات الخصم. من الأشياء الجيدة في سباقات القدرة يمكن في الفترة الأخيرة بدأت نتكلم فيها إنك تشيد بالخصم. أنا عارفة أن في نزاعات كثيرة يمكن خلقتها بعض الوجوه اللي موجودة في القدرة بين المدربين، لكن في الحقيقة أن إحنا عارفين جيدا أن مع الوقت هذه الأفواه التي خلقت مشاكل بين مدربي القدرة ستدفن، وهنبتدي نشوف صفحة جديدة بين الجميع، ويمكن ابتدينا نشوفها تدريجيا، إحنا مش مستعجلين، لكن في النهاية نعرف أن النفوس ستتصافى. محمد صحيح خير من الله، عدت عليك سباقات أنا بتهيلي كانت صعبة. هو ما في سباق سهل، لا كان عليك ضغوطات نفسية صح ولا لا؟ لا ما في ضغوطات، بالعكس الواحد يدي واجبة يدي شغلة، وفي النهاية السباق لها ظروف وكل شيء تعرفين أنت، مرات الظروف تمشي معك مرات الظروف ما تمشي معك. بس كان بيوصلك تساؤلات الناس وين ام 7 وين ام 7، برغم ان انت بتكون مع اللي بيفوز على الخط بغض النظر مين اللي بيفوز. اللي يتساءل عن ام 7 وين مكانه، يعني انا اتوقع قبل سباق اليوم ام 7 عنده 15 خيل في الموسم هذا توب 5 و10 خيول توب 10. ال 15 خيل اللي ين في التوب 5 كم خيل يا ثاني وثالث بفارق بسيط، وكم خيل يا ثاني وثالث بغلط، يعني المفروض ما نغلطها. متواجدين في كل السباقات، ما في سباق ما تواجدنا فيه، وصرينا نشارك مش في سيح السلام، شاركنا في الوتبة وشاركنا في بوذيب في كل مهرجان لنا بصمة. المهرجانات الكبيرة أتوقع ام 7 كانت له بصمة، لكن توافق مهرجان ولي العهد يعني سوينا اللي علينا وزيادة، في البنات ضيع علينا البلنتي، وفي الفرس معروف عن ام 7 انه ما في فرس توب كواليتي ما عدا برادا فلورا اللي المسمى الجديد الهبوب، الفرس بعدها مش معطيه لنا المؤشرات اللي اعطتنا اياها العام، وما بتشارك في الفرسات في كاس الشيخ محمد. في الرئيسي في كاس ولي العهد
يعني هناك الفينش كان. كان عليك ضغوطات وانت داخل هالمهرجان؟ مهرجان شيخ محمد. ما في ضغوطات. الضغوطات مش موجودة. لا أنا لما أقول F3 عليها ضغوطات في مهرجان الشيخ حمدان خلاص، M7 طبيعي عليها ضغوطات في مهرجان الشيخ محمد. ما في، شوفي ضغوطات ما في، لأن نحن محظوظين يعني في M7 نحن محظوظين. أولا أنا محظوظ لأني أنا في مدرب في صبلة M7. ثانيا أنا محظوظ لأني أنا أمشي تحت تعليمات سيدي صاحب سمو الشيخ محمد. ثالثا سيدي صاحب سمو الشيخ محمد يمكن من الناس القلال اللي عنده روح رياضية عالية، سواء فزنا ولا ما فزنا، يوم نفوز ندور شو اللي عندنا أفضل، ويوم ما نفوز نشوف شو الأغلاط ونحاول نصلحها ونعدل الأمور الثانية. إيه اللي عدلت منه لهالمهرجان؟ أنا ما عدلت شيء. سيدي صح سمو الشيخ محمد بس حط إيده على الإسطبل الفترة هاي تغيرت الأمور كلها. في مهرجان ولي العهد في ناس كتيرة قالت من الواضح إن M7 بتجرب شيء على الخيول، والخيول كان أداها متغير. أنتوا فعلاً كنتوا يعني في تجارب كانت قائمة على الخيول، ولا إحنا كنا بتهيئ لنا؟ لين اليوم. في تجارب كانت. لين اليوم. لا مهرجان ولا العاد كان في تجارب. كامل كل ريس تجربة جديدة، كل ريس شيء جديد. اتغيرت التجربة ولا؟ الحينة؟ إيه. اتغيرت خالص. اليوم انت داخل، انت مش من المرشحين، يعني انت لو شفت ابلكيشن اليمامة والترشيحات M7 ما كانت في الترشيحات، متصدرت الترشيحات F3، بعدها MRM، كمان خيول F3، انت يمكن رابع خامس الترشيحات. خيولك كانت تعطي هالمؤشر للناس ولا؟ شوف بقول لك شيء، الترشيحات سواء كانت في اليمامة او في غير البرامج اليمامة، مع كل احترامي انا ما يعني لا يفهموني غلط، لكن هاي مش ترشيحات، هاي جماهيرية. جماهيرية. والله هالحصان عنده جماهير، هالحصان عنده جماهير، وهالحصان عنده كذا، وهذا عنده كذا، هاي جماهيرية. أما واقع المرشح الأول للمهرجان هذا لسباق السيدات الصبلين. مين؟ بالنسبة لي F3 وM7. الواقع يقول كذا. يعني شو مستنداتك على هالواقع؟ الواقع لأن شوفي مهرجان ولي العهد إذا تلاحظين على سباق السيدات إذا تأخذين العشر الوائل M7 و F3 اللي عندهم الكم في المراكز الأولى في السباق الرئيسي يمكن من العشر الوائل تسع خيول M7 F3 MRM الدخيل حصان واحد كان فعلى هالمعطيات أنا أقول لك إياها الناس اللي ترشحه يعني جماهيريا أما بالنسبة للواقع الواقع يقول M7 و F3 هم اللي واحتمال انه يكون المهرجان كامل. الباقيين اكيد عندهم اهداف يعني. أكيد. يعني اليوم كان سالم معاك وانت سالم يافور ما عملت سالم ما توفق اليوم. عملت له حساب؟ سالم بالنسبه لي اذا يفوز او انه يوصل معي في الفنش ما عندي اي مشكله معه، لان سالم مجتهد ويحاول. شو كانت ملاحظاتك على خيله وهو معك في التراك؟ طالع معك؟ لا كان اموره كله تمام، لكن ما هم ما اعتمد على الحصان اللي طلع المرحلة الأخيرة، هم اعتمد على خيل ثاني اللي ما توفقت اليوم ظهرت أوت، اعتماد سالم على الخيلين الثانيات، أما هالخيل ما كان عليه اعتماد. ما بين توب جير وأريبي في F3 أنت كان مين معاه أكثر؟ قلت ها بيكون معاي على الخط. أريبي. أكثر. لأن شفته هالموسم. شفته هالموسم توب جير أنا ركبت معاه هالحصان يمكن ثلاث مراكب، وكل مركاض معاه الحصان عنده نفس ما نقول نقطة ضعف لكن. ما عند الفينشينج القوي. حسيت ان F3 حاولوا يجروكم فيه في الاول المرحله الاخيره ولا ما حسيت؟ لا نحن عارف ان F3 دائما عندهم خطط وخططهم وايد قويه، فاللي فادني انا انه كان عندي الكم في ال هل نفعك الريس؟ هذا اللي نفعني عندي كم وما رامت تمشي خطتهم 100%. فقمنا نخاشرهم بغوا يشردون تبقير خلينا خيلنا مع تبقير. بس انت عينك كانت على أريبي. أريبي هي اللي كانت عندي المرشحه الاولى. أريبي علشان المهرجان يمشي بشكل موفق بالنسبة أنت عينك على مين؟ يعني عينك على الأفراس ولا المية وستين؟ كل أمانة المهرجان كامل بنحاول على المهرجان كامل، يعني لو أنا ضعيف الأفراس لكني بحاول ما استسلم. يعني أنت فعلا تعترف أن ما في فرس هنقول M7 عندها الفرس إلا محبوباتنا اللي أنت عارفها. شوفي الفرس العام اللي هي الهبوب يوم مركضناها في كاس ولي العهد ما حد كان يعرف عنها اي شيء. صح.
الفرس جاية من ثلاث مراحل وجاية من جنوب أمريكا ثلاث شهور في الإمارات وعطتنا هالأداء. نتمنى أن في عندنا فرس أن يكون مثل الفرس هاي. يعني ما بكرر الفرسات اللي ركبت قبل، لا، في مجموعة جديدة وبنجرب، ما أرفع الراية البيضاء، بحاول لو أنا عارف أني أنا في الأفراس، ها؟ بحاول لين لمتها الأخيرة. مين اللي هيكون قوي في الأفراس؟ يعني أنت تقول ها ما عنده سبب إلا ويؤدي في الأفراس. بحكم سباق اليوم F3 لأن عندهم هاي الفرس ما حفظوها للأفراس، ركضوها اليوم، بمعنى أنه عندهم فرس أقوى منها. أقوى منها. F3 هو المرشح الأول في الأفراس. إسماعيل محمد فين؟ موجود. أنت شايفه هيكون قوي في 160؟ أكيد. يعني احنا بنحكم على اداء الاسطبلات من وجودها في خلال المهرجان، من الان احنا هنبتدي نحط عيننا على M7 وتبقى قويه في الترشيحات. نرجع اسماعيل للترشيحات ولا تقول لي حيكون شويه صعب؟ شوفي يا مرام، ادى زين في سباق او ما ادى، مرام هو مرام كاس لمي 60 بيكون مرام متواجد، واتمنى انه يكون متواجد بقوه. يعني أم مرام له جماهير وتعرفين أنت، يعني M7 وأم مرام تحت مظلة واحدة وتحت إشراف سيدي صاحب سمو الشيخ محمد اللي هو يدير العملية كاملة من بين هالإسطبلين. فيوم سباق ما يؤدي زين مو معناته أنه خلاص، لا، في عنده. فتوقعي أنه يكون قوي إن كان في الفراس ولا إن كان في MRM ولا الوثبة في 160؟ MRM مع كل احترامي للصبلات الوثبة، أمرم. ليه؟ في خيل محفوظة للسباق هذا. أنت عارفه يعني. إذا شاركت حتى أمرم. وإسماعيل متأني فيها السنة هاي حق المهرجان. رحت شفت الوثبة، كان يعني تحركاتهم إيه في السباق، كانوا معاك وعلى فكرة هم. أداهم زين، أداهم جيد، حاولوا. وهذا اللي نحن بام من الصبلات الوثبة، إنه يوم يجون سيح السلام يكون وجودهم مثل ما يكون وجودنا نحن في الوثبة. نحن يكون وجودنا في الوثبة ثقيل عليهم. ونبقى وجودهم في سيح السلام ثقيل علينا، ما نبقى ناخذ الأمور مثلا هم يجون مشاركة مجرد للمشاركة، لا، نبقى هم يجون بوزن. نعم، أنا ما عندي أي خلاف من بيننا. لا ما فيش خلافات، بس يعني عارف حيزيد العبء عليك وعلى F3 بوجود الوثبة. بالعكس، هالي نحن بقى الرياضة ما تحلى إلا بوجود اسطبلات كبيرة منافسة. لمتى يعني يت سنين، إذا بترجعين وراء يت سنين اسطبلات الريف تكتسح الموسم كامل. الناس ملت، يات سنين مرن، يات سنين F3، يات سنين M7، الحين رجعت ان غربله في اسماء M7 F3 ها، ويوم تزيدين عليهم اسطبل اسطبلين تحلى الرياضه. نحن نضغط من المنافسه، لكن فكري انت في الناس اللي تابعه. بتشوف اداء المغاوير؟ يعني انا ممكن احط ان المغاوير المفروض الموسم الجاي نشوفها هنا وبتادي وتدخل بقى معاك على الخط. الحين ما نبغى تحطين ضغوطات على سيف الفارسي. لا، انه مساله ما قصر، نقول له خليك على برنامجك ولا تغير شيء، استمر. ايه، البنفسجي مولع في الوثبه. يستاهل بهناد ويستاهلون اسطبلات المغاوير. بكل أمانة يعني بنظهر شوي، نتكلم عن اسطبلات المغاوير. الخطة اللي يمشون عليها غير، يعني ثلاث مدرب أو أربع مدربين، أنا مش متأكد. أربعة مدربين ومسؤول عليهم، وفوق المسؤول سيدي سمو الشيخ عزاء بن زايد، ماشيين على إيد واحدة. صح مدربين غير، فكر واحد، كل واحد تمرينه، يسيرون الريس كلهم على يد واحدة. نقول يعني اللي بيقول لي مساعدات وما مساعدات، انت عارف الناس دائما بتحب تشكك، خليهم يرمسون. يعني اذا انا ما رمت اسبق اليوم اقول والله انا انظلمت من كذا وكذا كذا، يعني انا صرت اكثر واحد انظلم في المواسم السابقة في الوثبة ولها M7، والناس تعرف. لكن انا اللي متابعت عنده بنافسهم وبركض عندهم وبحاول عليهم لين ما اسبق. اما المغاوير سباق ناموس، نقول له ما نقول والله ساعدوك ما ساعدوك، نقول ناموس بيض الله وجهه ما قصر. هو ما فرح مو بالمضمر اللي فرح ولا المرتبي اللي فرح، الشيخ عزاء بن زايد هذا فريق كامل وسبقنا لليوم،
مو بنا اللي فرحان ولا فرساني ولا سيد صاحب سمو الشيخ محمد. هذيل اللي هم لازم يفرحون، ولا المدربين اللي يدورون إعلاث يعني ما بغي يحط عليهم، يقول له شوف شغلك. عمير كمان طلع على المنصة. بس أنت محللينك لابقين السنة. لا المحللين عندك السنة شيء، عندكم خلطة هناك. خلطة سحرية في الاستوديو. 160 نفسك في 160 تتكرر تاني؟ كيف يعني؟ يعني نفسك في لقب 160 أكيد يتكرر مرة ثانية؟ أكيد. أنت قريب ولا تقول لي هالموسم اصبري عليه شوية؟ لا قريب وايد، قريب وبعيد عنهم بإذن الله. 160 عبء أنت عارف، تخطيط وحمل. عبء علي ما عليك أنت، 160 لعب هب علي، مدخل عدد وبينافسن كلهم، خيلي يصير تكميل ماشي، ما عندي خيل في 160 بيصير للتكميل أو للمشاركة فقط، الخيل كلها للمنافسة، اسم جديد ولا اسم قديم. إيه السباق اللي تقولي كان أحلى سباق مر عليها الموسم؟ سباق ولي العهد الرئيسي اللي دخلنا وفة 3، نحن وفة 3 في الفنش، سباق اليوم. راضي عن نفسك؟ راضي من زمان راضي. ناموس. من الأشياء اللي توقفت عندها فعلاً إن من المهم إن إحنا لما يجي حد ينافس يجي للمنافسة ولا مش بس للمشاركة، ويمكن هيخاشركم عن صح أنا قلت الكلمة؟ لا هالكلمة صح. سيف استعد. فعلاً محمد السبوسي يعني أنا أشكره على الدعم الكبير اللي دائماً يدعمنا. يمكن محمد السبوسي أنا تلاقيت وبرا وشاف شاف كيف نحن نمشي، حتى في مره من المرات كان يعني مسوين سباق هم يعني مسوين على اسم سيد الشيخ محمد وتحت رعايه امسفن. هذا السباق كان حتى يعني شافنا كيف متحركين، شافنا نحن اربع مدربين كل واحد ياخذ له خيل وكل واحد بس كمظله وحده. ممكن هذه اللي شاف محمد السبوسي، ودائما نحن بيد وحده ان شاء الله. نشوفك السنه الجايه معنا هنا بقى ان شاء الله سيف كده. ايه تخاشرهم؟ خاشرهم ليش لا، نخاشرهم ان شاء الله. الكلام واضح عن الافراس والكلام واضح عن ال160 حسن. واقعيا شايف فين ام 7، شايف فين ام ار ام في ال160؟ سماح يمكن كل مهرجانات اذا نشوف الاسطبلات الرئيسيه على حسب المسميات، دائما ما نقول الوثبة عندهم تركيزهم على كأس رئيس الدولة، عندهم تركيزهم على مهرجان سيد اسمه الشيخ محمد بن زايد، ما يكون لهم ثقل فيه. اسطبلات اف 3 شفنا أدائهم في كأس ولي العهد. امسفن الأفراس مين؟ امسفن الأفراس؟ انت تعرف حاجة احنا ما نعرفهاش؟ الله أعلم، والله ما أعرف، ما عندي علم، لكن بالحكم الأداء اللي نشوف. أنت الكلام بين لك أن الأفراس يعني محمد قال لك سماح، قال لك أنا ما بجيب لك الهبوب لكن عندي خيول إن شاء الله أنها تأدي أداء الهبوب. 160 ولا الأفراس أم 7؟ أم 7؟ 160 عدنان؟ 160 طبعا. 160 هو بيخاشرهم في الأفراس ويحاول، ما بيرفع الراية البيضة لكن صح. بيحاول أتلس، بيحاول هو تكلم نقطة وعلى الأقل بيكتشف شيء من الأفراس حتى المدربين على الأقل يعني. نعم بيكتشف لأنه الحين فترة اكتشافاته هو ما عنده أفرز، تجارب ما زالت مستمرة لين يوم السباق. رجل واضح، رجل بس واضح. هو تكلم بالفعل، تكلم عن نقطة واحدة، النقطة اللي كانت 160 ما عنده خيل بتكون تكميل، لا كلها بتكون من. وقال لك أنا مش قريب، قريب وايد وأبعد منهم، يعني بيكون هو اكيد يعني 160 عارف شو اللي ناوي يسويه. لكن انت الكلام ده تقول لي صدقيه
لازم. ولا يمكن انت عارف المدربين بيحبوا يلعبوا باعصاب بعض. عارف انت عارف الموضوع لا يعني. لا اليوم انا اعتقد محمد سبوسي ما بيصرح في شيء وهو مش عارف منه او واثق منه. انا متاكد ان عنده خيل طيبه والخيل هالطيبه اكيد بتكون تبيض ويها ويا اكيد الشيخ محمد الله يطول عمره. عندي تقرير عملته مع الفارسات لكن انا هخليه لاخر شيء نختم به. حابه اتكلم عن سباق بكره, سباق الاسطبلات الخاصه. انا بصراحه لما شفت الانتري قلت لسه ولعت. يعني انا قلت هنهدي شويه في الاسطبلات الخاصه وهنبتدي نشوف تاني نفس السيناريو المكرر بين اس اس واسطبلات الكمده, لكن وجود الحزم, وجود عودة اسطبلات زعبيل, وكل واحد مش جاي للمشاركة. لا مستحيل, هو جاي للمنافسة طبعا. نشوف الترشيحات الخاصة بي أو اللسة الخاصة بسباقات المواطنين وتبتدي تقولوا لي مين تقول له الله يكون في عونك. حسن, مين هتقول له الله يكون في عونك بكرة؟ يعني هو كان ممكن يكون المرشح الأول بس مع اللي حاصل تقول له الله يكون في عونك. كم ده؟ لا مو بالكمدة, بالعكس الكمدة منافس شرس يكون موجود. بس الأول كان بينه الاسطبلات اللي جت اللي حضرت على على الأسامي على الأسامي موجودة. لحظة عندها حسن, بلاش اللعب بالكلمات. لا سمح, أنت قلتيها الاسطبلات اللي حضرت الحين. لا عرفهم بالاسمين اللي تقول الله يكون في عونك. الحزم والعزم. ها الحزم غير العزم. الحزم لا الحزم هي الحزم. الحزم نعم. هتقول الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. انت هناك بطل اليوم, اثبت شارك بكره ونافس بس. فانت تقول الله يكون في عونك. انا اقول يعني نحن أنا دائما نقول سمح اقوى منافس لاسطبلين اللي هم زعبيل واس اس هو الكمده. ها فهو بما ان خض هذيلا معروفين, هذيلا معروفين انهم منافسين دائما وموجودين على الارضيه, لكن هي تقول لك واحد جديد تقول له الله يكون في عونك وتقابل الابطال هذه منو هذا؟ تقول له انا اشوف ان الحزم يعني حصان لهم انجازات في ارضيه الوثبه, مشاركاتهم جدا لا يعني قليله او ان الحزم قد شارك يعني لكن بس على فكره جايبين خيل طيب بكره يعني تعد. ايوه فعشان اذا هم يبين خير طيب نحن نقول الله يكون في عونهم. خلاص ها خيارك. نعم. انت تتفق معاه ان الحزم الله يكون في عونه بكره؟ نعم فعلا. لا اي والله لان خيل طيبه جايبينها وبيحصلون شراسه يعني او منافسه قويه مش بسيطه. عندك خيول طيبه يعني مش رقاصه, عندك فايزه وجايه من الوثبه وهذه كل واحد عارف لنا شو الخيل. عندك الماس, عندك الاس اس هذيلا والكمده. انا اعتقد انه يمكن تجربه جديده ممكن عشان نحن ما شفنا بصمه الحزم هني موجوده في دبي عشان شيء. اخوي راكان يقول الله يكون في عونهم. انا قصدت في الكبده ما اقصد فيهم شيء, هم اقوياء ما شاء الله. لا هم نفسهم يختموا الموسم وياخذوا ولي العهد. الكبده ليش اقول الكبده؟ لانه هو بيحاول لكن الله يعينك على الاسماء اللي موجوده. فانت تقول الله يعينك على الاسماء الموجوده. الكبده بتنافس صح وكل شيء لكن الله يعينك عليهم لان الاسماء مو بهينه. وهو داخل بمارلي كمان, هو مو بهين بيكون. ترى اقول لك انا الله يعينك طيب. ان شاء الله يلا نعمل تصفيه طيب. مارلي ولا رقاصه ولا جساس ولا طنطاوي؟ عارفه انا حسن عينه بتبرق كده لما بقول اسم. ما في هو جساس. هو الحب الاول والاخير. ما اقدر, هم خيالين بينافسوا. انا اتوقع ما اقدر سمح. لو ان الطنطاوي يمكن اداء افضل لكني انا بصير مع جساس. هو سلطان اصلا بيحب مين اكثر, طنطاوي ولا جساس؟ طنطاوي إيه. اوكي سيف شوي بغير من اخوي حسن, بروح عند رقاصه. زعبيل محتاج اللقب. انا اقول لك بيكون بكره خطير, بيكون خطير. ولا انت تشوفي دائما يمكن شوي انا يمكن شوي ما جربت هي الفرس في توها راجعه من نمية. انا اعتقد بتكون جاهزه وكل جهوزيه. أسس عندهم حصان بعد قوي ما شاء الله عليه, جايب الثاني ما أعتقد اسمه آر أو أوليسيس. هذا حصان قوي ترى, مو مستهان فيه. أنت ترشحه على طنطاوي وجساس؟ رشحه نعم. يعني أنت في كفة أس أس تختار هالحصان؟ كأس أس أرشح هذا الحصان, وكزعبيل رقاصة. على فكرة بعد الموس ما بهين. لحظة, رقاصة تتحط قبل مارلي ولا كمان الجماهيرية هي اللي غلبت؟ لا الحين الجماهيرية اللي غلبت. أنت كنت تحط مارلي قبل الرقاصة؟ نعم.
كل توفيق. بكرة سباق هيكون فعلا ناري من العيار الثقيل، هنشوف سرعة أزيد من اليوم ولا تعتقدوا؟ لا نفس سرعة اليوم. اللي هيفوز هيعمل أفريج كم؟ 28 بوينت حاجة ولا لا؟ 28 لس أقل أو 28 أول 28. بكرة نتقابل ونعرف مين فيكو كلامه كان صح، ونشوف بالتأكيد يعني هنشوف التقرير الخاص بالبنات وبعدين نرجع نتكلم فيه بشكل سريع ونهني الفائزين. تثير سباقات البنات الجدل في الطريقة التي تسير بها. كان هناك دائماً مفاهيم سلبية تحيط بتلك السباقات، لكن وللحق أخذت شيئاً فشيئاً تقل، لكنها لم تتلاشى نهائياً بعد. شايفة في أي تطور في سباقات البنات؟ في فارسات، في ركوبهم تطور، خبراتهم. عني أنا بنفسي أتكلم، خبراتي تطورت. التطور أنا ملاحظين إن في رغبة أكثر حق البنات والسيدات الصراحة، وإن زادوا سباق السيدات. قبل ما كان في وايد تشانسز حق السيدات والحين شيء، وبعد الخيول اللي تشارك الحين عددهم أكبر عن قبل. أنا كنت دائما أشوف إن سباق البنات لمعرفة نوعية الخيل، المدرب عشان يعرف خيله كواليتي زين ولا لا. تعال إذا فلح في البنات وسوى زين، وخاصة كانت مسافاتنا 90 إحنا على أيامنا، يعني السباق سريع، بس كل ما طولنا المسافة صار في شوية كواليتي أحسن من الخيلينا. البنات صاروا يحصلون خيول زين، نوعية زينة، يعني عندها كنترول أكثر في السباقات. من ناحية البنات هي يعني في بنات ما شاء الله تغيروا في الركوب، استووا أحسن، وحتى الشردات وايد خفت. إذا تلاحظين أنتي فريسات البنات مو مثل قبل، خاصة في دبي الشردات يعني أحسن من الوثبة، فأتوقع مستوى البنات أحسن من قبل بوايد. إيه الفكرة الغلط اللي سائدة؟ ولا كل اللي بيتقال عليكم صح؟ 50% صح. 50% صح. مشكلة البنات أنا صراحة ما أواجهها في السباقات المفتوحة، يعني أني أنا في السباق المفتوح إذا أنا متوهقة بحصاني حتى لو فارس من إسطبل ثاني بيساعدني. بيقولوا في بينكم غيرة بتبان في التراك. غيرة من بنت لبنت؟ لا يعني مو بغيرة، بس الصراحة يعني مثلاً إذا وحدة ما التزمت بالخط أو طلعت أو بتبدل وما تقول حق اللي وراها شيء، يعني هالأشياء تقهر، بس غيرها لا عادي. يمكن الغيرة في الاسطبلات اللي فيها وايد بنات وايد رايدرية، يعني إحنا عندنا في البوادي ما في وايد. بس أنتوا ليه في التراك مش متعاونين؟ يعني انسي خلاص إن في غيرة بين بنات الاسطبل نفسهم. صراحة في تعاون يعني، بس على حسب، يعني يمكن الأجنبيات شوي تعرفين غير، يعني نحن العرب شوي ويا بعض، أنا أشوف التعاون أكثر الصراحة، بس مش الكل. يعني أنا واجهتني هالمشكلة في سباق لطاف في أبوظبي، أنه في نفس الفريق معايا ما تبى تقدم لي المساعدة، تخاف أنه ممكن إذا ساعدتني تضر نفسها. معقولة؟ يمكن مش عارفة تساعدك هي، يلا 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 تساعد نفسها. لا معقولة؟ لا لا أنا أتكلم عني شخصية. يعني تجربتك غير... الشخصية. أنت بتحس أني في غيرة؟ لا بشكل عام مش غيرة، يمكن يعني المشكلة حتى المدربين يقول لك عليك من نفسك عليك من حصانك. صراحة أنه من المدربين هالموضوع مو من البنات. موضوع الغيرة؟ لا مو بالغيرة، أنه ما في تعاون في التراك بسبب المدرب. المدرب إزاي سبب؟ يعني يوترون البنات، فهمتي؟ خالة تخلينا حصان شار تخوزي، يعني ما يعني من هالأمور. في الترك لازم تصيري يعني وحدة ما تهتمي لأي شيء كان. يعني لو كنت أنا ورا وقدامي حصان وقدامنا إحنا بعد حصان من إسطبلنا سيح سلم، أسوي المستحيل علشان أعديها وكون قدامها. المستحيل حضر. وحتى لو في الفينش أو في هذا أي لوب لازم إن أعدي كم خيل، أسوي المستحيل. هذا الشيء يرضي الشيخ
يرضي المدرب يرضيني أنا كفارسة. بس على فكرة هو المستحيل لازم يكون مقبول ومعقول. أكيد مستحيل لكن بالعقل. دائما ما نستمع إلى السلبيات الموجهة للفارسات، لكننا نادرا ما نستمع للسلبيات التي يرونها هم في السباقات، في السلبيات التي يرونها في الخيول التي تعطى لهم وفي طريقة تعامل المدربين معهم. المدربين ما عندهم ثقة فيكوا، يعني بيعطوكوا خيول زينة ولا دائما لو انت بتركبي في السباق لسه بيفضل؟ الصراحة شي يعني يعطونك خيول غبية ويعطونك خيول هادية. بس في ثقة، والله في ثقة، والبنات ما شاء الله عليهم كفو عليهم. في مدربين يعطون البنات خيول على قد مستواهم، هي يعني نحن حالنا حال الشباب. أنا بالنسبة لي يعني في شباب يعني حتى خبرتهم ومستواهم أحسن من باقي الشباب ومعروفين، يعني في توب رايدرز. يمكن شباب يعطوهم خيل أفضل من اللي يعطوا البنات، يمكن عشان هم عندهم كنترول أكثر. عندهم كنترول وعندهم خبرة، يعني الشاب الواحد في الموسم كم مرة يركب؟ كثير. ويعني جلساتهم هم أوردي كلام عن الخيل وخبرات ومع المدربين. وإحنا البنات يعني صح إن إحنا عندنا أوردي خيل وعندنا إسطبل خاص، ولكن يفرق. يعني إحنا ما في كل جمعة، بس لما أنتي تسمعي جمعة الشباب كلها عن الخيل. لا في عدالة، في يعني مثلاً إسطبل F3 أو M7 تشوفين بنات على المنصة وشباب على المنصة، من يعني في الخيول في الريسات المفتوحة. في عني شخصياً يعني مع مدربي سالم يافور أحس هو معطني المساحة أني أنا أتخذ قراراتي روحي. أنا دائماً بسمع المدربين بيصرخوا كتير على البنات في الريسات، غير هم يصرخون، بس يعني يمكن يعلون صوتهم عشان الهوى والصوت، بس ما بقصدهم شيء يعني تعليمات في النهاية. لأن البنات يعني ما يسمعون الكلام، يعني ممكن الشباب يسمعون الكلام أكثر، في كونكشن بينهم وبين المدربين أكثر. مظلومين يعني المدربين؟ هي مظلومين. أنت تبي سمعهم بيصرخوا ولا ما بيصرخوا؟ يصرخون بس يعني وياهم، لو أنت في مكانهم بعد شو بيستوي؟ بتعصبين طبعا. إيه النظرة اللي أنتوا مظلومين فيها؟ إن الشردات بس في سباقات البنات، هاي نحن مظلومين فيها، لأني أنا أشوف الشردات حتى في السباقات المفتوحة يعني، بس ما أعرف ليش مو فوكس عليهم. حاسة أن الخبرة ابتدت تزيد ولا تجديد الوجوه الدائم مش مخلي إن يعني أنت عارفة الشباب بيفضلوا مستمرين نفسهم مستمرين. ما شاء الله هي، وهم الشباب نفسهم يعني خلاص إذا ما شارك في هذا الريس ما يزعل ما يتضايق مثل البنات. ما ركبتني متى بركب؟ المدرب يطفر يقولها مع السلامة روحي. أما الشباب لا، ينتمون لإسطبل واحد، ينتمون في مكان واحد، بعدين إذا هو ما كان راكب يكون له دور ثاني في السباق. أنتوا عرضتوا أن يكون لكم أدوار ثانية ولا أنت شايفة أنه فعلا ملكوش أدوار ثانية؟ والله نحن مدلعين صراحة، مدللين والله يعني الله حق، يعني مدربينا نحن الفارسات خاصة المواطنات مدلعات. يعني عندك بنت مثلا تروح تركب تقولش أنا ما أسدل الحصان، سدلوا الحصان لي وجهزوه بعدها أنا أركب. بيقولوا كده؟ أيوه. بيكون إيه الهدف؟ يمكن ما بتعرفش تسرجه. شوفي يمكن ويمكن نظريتها إن أنا ما راح أسدل الحصان، يجهزوا لي إذا يبوني أنا أركب الحصان. يبقى ما طرح عبارة عن آراء تستحق التوقف، ربما ستساهم بشكل أو بآخر في تطوير سباقات السيدات التي لا يخلو منها أي مهرجان كبير. وسواء كنت مع ما قيل أو لا تتفق معه، فدائما الحوار هو وسيلة لتقريب المسافات لا لكسب موقف وإدانة أحد الأطراف. لو أنا قلت لك همسكك مسؤولة في سباقات القدرة وهتتولي سباقات البنات، هتعملي إيه؟ أول شيء هتغيري؟ بخلي الوزن في دبي مع السرج. ها أول قرار بتغيري؟ يعني 50 لأن في الوثبة بعد 50 بس مع السرج. لازم يوحدون مع السرج حتى في دبي، ما يستوي هني بودي ويت وهناك سرج، لأن حرام في الوثبة نركب وبنات يعني وزنهم وايد خفيف يزنون مع السرج، وفي دبي ما نقدر نركب، عرفتي؟ فيستوي ظلم في هالموضوع. نمشي على شور الوثبة ولا نمشي على شور سيح السلام؟ الوثبة. أي برايدر صح؟ في مجاملات في بعض الأحيان؟ مو مجاملات، هو أعطاء فرص، بس أنا أتوقع أني أنا راح أخلي الفارسات اللي عندي يشاركون،
كل السباقات كل التأهيليات. في مارد هيطلع لك يحقق لك أمنية، إيه هي الأمنية؟ أن نكون فير أكثر من شيء، يعني الرياضة بشكل عام. نفسك الرياضة عشان في خيولها وايد تنظلم، فلو كنا فير ما حد بينظلم. أبا 160 أول كاس شيخ محمد، أبا الأول، وبعد ما أخذ 160 أول عقب بعدين بعتزل قبل. لا سالم جاهز؟ طيب أنت بتحلمي لوحدك ولا سالم يافور جاهز عنده خيول يدعمك بيها في 160؟ والله هو كان عنده مشروب معجزة حاطنا سناب أوكي أو إنستغرام من كم من يوم عطاكم إياه؟ لا قلت له عطى حصاني بس وضحك علي. لا هذا أول مشروب لحصانك ولا ليك؟ لا هو ولا سالم يخص سالم كان حاطنا، فأنا قلت له سعيد عطى حصاني يمكن أيه الأول، قال هذا بيطيرك، قلت له والله إذا جيت الأول 160 بصيح. هاي أمنيتك. أي بالمركز الأول هني. أنت كمان؟ أنتوا إيه مشكلتكم؟ هذه أمنية الجميع تقريبا، لكن هذه الأمنية وش معنى هني يعني هناك؟ أنا كنت من النوع، أنا كنت واحدة رافضة أركب في الإمارات. أنت من عمان وكنت رافضة تركب في الإمارات؟ أول بداية. ليه؟ كثر ما كنت أشوف مجموعة خيل، كان في بالي تدري شو؟ هذه مجموعة الخيل، أنا كم بوصل؟ آخر واحدة؟ كنت صغيرة سماحة كثير صغيرة، يعني كان عمري تقريبا 16 سنة. فقلت أنا هروح بين بين كل دول فين؟ فأمي شجعتني كثير والكل شجعتني، وصار إصرار كثير من الأسطبل. برا الهواء الخين سكتة. انتوا خليتوا حاجة ما قلتوهاش؟ انتوا والله على فكرة احنا مظلومين، احنا يعني فئة السيدات في القدرة مظلومين. انا كإعلامية على طول مضطهدة، وحتى البنات شوفوا طالبين مارد يحقق لهم المركز الأول هني. ما يبون 160 مش سهلين برضه احنا، يعني ما شاء الله تعرف المارد هيطلع، فليه ما اطلبش حاجة كبيرة يعني. لا واللي عجبني بعد المشروب السحري، انتوا سمعتوا عنه على فكره صحيح، ده المشروب السحري اللي عند سالم. سالم ممكن حط في الانستغرام مشروب او مشروب سحري سحري، بس يا ترى هو سالم بيشربه ولا بيشربه للخيول؟ يمكن يشربه حق الخيل. هذا سالي باكر سالم اللي قلت لنا يوم صح لازم الفرسات. سؤال الفرسات، المشروب السحري انت اللي بتشربه ولا الخيول؟ شكل الخيول هي اللي بتشربه. وصلنا معاكم للختام، كل التوفيق للمشاركين بكرة، وبالتأكيد نبارك لاستبلات أم 7 هذا الفوز فعلا الرائع في افتتاحية المهرجان، فتحوا النفس عارفين يعني، فتحوا نفس الآخرين حتى لتحقيق الفوز، وأعتقد أن شهية أم 7 للمزيد من الفوز أصبحت أيضا مفتوحة في السباقات القادمة. كل التوفيق أيضا لاستبلات المواطنين وهي تؤدي في سباق الغد، ونتمنى أن تعم النزاهة وتستمر فيما يحدث من سباقة. نختم معاكم حسن. أنا أمثل سيدي اسمه الشيخ محمد بن راشد واستبلات أم 7 ومدرب محمد سبوسي، كذلك النومس الاستبلات F3 وجميع الأخوان اللي قدموا لنا عرض صراحة في الفنش، وكان فنش يليق بمهرجان سيدي سمو الشيخ محمد وافتتاحيته. سيف نومس لسيدي الشيخ محمد بن راشد، ونومس لأخوي محمد السبوسي أم 7، نومس F3 وأخوي خليفة، ونومس للجميرة وسيح السلم والوثبة، كل اللي أدوا في التوب 10 فعلا أبهرونا بأداهم، أبهرونا بسرعاتهم بقدراتهم بقدرات خيلهم تدريبهم، شيء كبير. وتدخل في 5 الأوائل أو أنك تدخل في 10 الأوائل هذا شيء كبير. عدنان نقول ناموس اسمه الشيخ محمد بن راشد، ونبال المنافسة بكرة أحسن المواطنين وأحسن في جميلتي، وإن شاء الله ختامية تكون أحلى بعد إن شاء الله، وكل التوفيق للمشاركين. إلى اللقاء، مع السلامة.